هابي نيو يير، كل سنه وانتم طيبين. النهارده بدايه سنه جديده، يوم مش عادي، يوم مميز ومختلف، علشان النهارده بدايه سنه ونهايه سنه عدت بمشاكلها ومتاعبها، بكينا كتير فيها، بس خلونا مع بعض نطوي الصفحه دي ونبدا السنه الجديده بفرح، بامل، بسعاده، ببهجه، بدون الم وبدون حزن. ناس كتير مستنيه النهارده تبدا من جديد وتفتح مع نفسها صفحه جديده وتغير في حياتها كل حاجه، وانا واحده من الناس دي. اول حاجه فكرت اعملها في السنه الجديده ان اروح الجيم اللي انا مأجلاه من سنه، واهتم بصحتي واكل اكل صحي واهتم بالناس اللي انا بحبهم وهم بيحبوني، واقرب اكتر من ربنا واشوف ايه السلبي وارميه، واكيد كلكم طبعا هتعملوا كده. النهارده طبعا على شاشه قناه المحور سهرتنا سهره مش عاديه، سهره مميزه، نحن نتميز عن الاخرين، بنجمنا هنغني وهنلعب وهنعرف اسرار ما عرفناهاش. استنونا بعد الفاصل. رجعنا لكم مرة تانية مع بعض، نكمل بقية فقراتنا مع بعض. هنرحب بضيفتي معايا في الفقرة الأولى، إيناس شيحة. ازيك يا إيناس؟ ازيك؟ منورانا. ميرسي. كل سنة وانت طيبة. أنا مبسوطة جدا إن أنت النهاردة معانا. أنا كمان جدا. وبتحتفلي معانا برأس السنة. إن شاء الله هتبقى سنة حلوة وسعيدة علينا كلنا. قولي لي بقى يا إيناس، كلميني كده، 2019 مرت عليك ازاي؟ حلوه زي الفل. لا يعني قولي لي، كان وشها حلو وشها وحش؟ ايه الحاجات اللي انت حسيتي انها ضايقتك قوي وعندك امل كده ان شاء الله في السنه الجديده هترميها بقى وتخلصي منها؟ يعني مفيش حاجة معينة، لا حصلت فيه حاجات لطيفة على المستوى العائلي، يعني على مستوى الشغل برضو ما كانتش وحشة، كانت كويسة، بس أتمنى اللي جاي يبقى أحسن بقى والشغل يكتر والدنيا تبقى أحسن شوية. قولي لي، أنت اشتغلتي في آخر مسلسل كان عمل ليكي مع الأستاذ محمد النقلي، كان مسلسل البيت الكبير. البيت الكبير، احكي لي بقى، كان تجربتك مع النقلي المرة دي كانت إزاي؟ هي دي مش أول مرة أشتغل مع الأستاذ محمد، دي تاني مرة تقريبا، بس مرة أولانية كانت من بدري شوية. أنا بحس مع أستاذ محمد إن إحنا فاميلي، يعني عمل عائلي شوية، وهو راجل مريح يعني، والكاست كله كان مريح، والحمد لله المسلسل نجح قوي الحمد لله، وعمل صدى جامد مع الناس، ويعني الجمهور تقبله بصورة أنا نفسي ما توقعتهاش يعني. بدأين هم عملوا جزء تاني يعني إن شاء الله. الناس شيحة، الدراما بالنسبة لك أقرب لقلبك ولا السينما؟ لا، أي حاجة فيها تمثيل أنا بالنسبة لي قريب جدا يعني، بس أنا أكتر حاجة بحبها المسرح. المسرح، يمكن أنا عشان دراستي مسرح، فأول حاجة مثلت عليها كانت المسرح. أيوة. فبالنسبة لي أنا بعشق المسرح عشق خاص كده، بتشوفي نفسك فيه اكتر. دي حاجه يعني حياتي المسرح، والمسرح كمان بيخليكي اقرب للناس، يعني بتكوني قريبه اكتر، اقرب للناس، وبتشوفي رد الفعل على طول مباشر، ولو مش متقبلينك برضه بتشوفيه مباشر، لو لطيف على قلبهم بتبقى التحيه بتبقى جامده، واعتقد ان المسرح هو اللي بيبين الممثل
عامل ازاي، ممثل كويس ولا وحش، اداؤه عامل ازاي. مش اي حد يعرف يمثل على مسرح. اكيد اكيد. فلا انا المسرح بالنسبه لي هو احلى حاجه، بس الدراما وال يعني المسلسلات والسينما اي حاجه فيها تمثيل انا بحبها. اصعب حاجه للممثل ان هو يتعامل بشكل مباشر مع الجمهور. طبعا طبعا. فبالتالي ده بيكون فعلا حاجه صعبه. طبعا. بس طيب. دلوقتي حتى في الدراما بقينا نلاقي رد الفعل برضو مباشر. يعني تتعرض الحلقه من هنا ننزل الشارع نلاقي الناس يا بيندهولنا باسم الحلقه يا بيسالونا ايه اللي هيجي اللي جاي هيبقى ايه. يعني برضو بيبقى رد فعلها برضو دلوقتي نظرا للقنوات الكتير الموجوده، فبقى رد الفعل برضو مباشر. فدي طيب. حاجه حلوه. طيب ايه العمل او اللي انت نفسك تعمليه في السنه الجديده؟ لا يعني مش حاجه معينه، نفسي اعمل بس ادوار مختلفه. يعني اعمل حاجه ما عملتهاش قبل كده عشان الناس تشوفني بصوره جديده. بس يعني اللي هو ايه يعني نفسك تعملي ايه؟ لا ادوار كتير بقى يعني نفسي ادوار كتير، يعني في ادوار كتير ما عملتهاش عايزه اعملها. يعني طب مين المخرج اللي نفسك تشتغلي معاه؟ كل المخرجين. كل المخرجين. كل المخرجين. انا بقول لكم انا نفسي اشتغل معاكم. ان شاء الله يا ناس السنه الجديده هتبقى وشها حلوه عليكي ان شاء الله. طيب قولي لي بقى السنه الجديده شايفه هتبقى ازاي معاكي؟ يعني هتقدم لك ايه او حلمك فيها ايه اكتر؟ يعني انا شايفه ان السنه الجديده ان شاء الله على المستوى المهني انا شايفه ان الدنيا بدات تتظبط شويه على السنين اللي فاتت، كان في حاله ركود معينه. أيوة. بس انا شايفه انها بدات تتظبط وبدا الشغل يبقى يعني اكتر شويه. ودي حاجه كويسه جدا، ده على المستوى المهني. فيا رب كده اعمل 17 مسلسل و50 فيلم وحاجات كده. يعني طبعا احنا طبعا اي كلام، بس ان شاء الله يعني احقق فرصه عمل اكبر ان شاء الله. وعلى المستوى العائلي يعني اتمنى ان عيلتي تبقى كويسه، اهلي بخير، صحابي كويسين كده. يعني احنا فقرتنا لسه طبعا ممتده مع بعض، وهسالك اسئله كتير جدا. يلا. جدا. وهكشف اسرار النهارده في حياتك، هنكشفها للناس اسرار. بس خليني نستقبل فنانه جميله هتقضي معانا سهرتنا النهارده، نجوان. جميل بجد، جميل. برافو برافو، نورتينا نجوان. ميرسي، ربنا يخليك. ايه بس الاغنيه الجميله دي؟ احنا بنقول 2020 بقى يا رب دايما تكون مليانه بخير، وبنقول 19 اي حاجه وحشه حصلت فيكي بنقول نفسنا معلش. اكيد صح. قولي لي دي الاغنيه، ده الالبوم الجديد؟ لا دي سنجلايه، انا كنت عامله البوم قبل كده مع قناه مزيكا انتاج شركه المصري، وبعد كده مضيت مع الربيع الانتاج الفني، ودي اول انتاجنا ان شاء الله. انت كان ليكي اغنيه بتقول انت ايه او قول ايه؟ دي كانت في فيلم وكان معايا فيه فنانه جميله جدا اسمها رشا الخطيب. انا مثلت في الفيلم ده يا جماعه. انا وسليمان عيد، كنا انا وسليمان عيد كنت تقريبا قبل مجدي كامل، كنا محور الكوميديا كان في الفيلم. كان حلو جدا. قولي الاغنيه كلمات مين والحان مين؟ قولوا لي معلش كلمات ملاك عادل. ايوه. الحان هاني فاروق. توزيع ميدو مزيكا. وانتاج الربيع الانتاج الفني. لا بصراحه هي اغنيه جميله وكلها احساس، عشان الناس محتاجه بس حد يقول لهم معلش. يعني يمكن مين بقى اللي بتقولي له قولوا له معلش؟ لمصر معلش السنه اللي فاتت على الاحداث الكتير الوحشه اللي حصلت فيها. وبقول لكل واحده انجرحت في 2019 معلش، وبقول لكل حد ربنا ما حققلوش اللي كان نفسه فيه كامل يعني بشكل كامل بقول له معلش، وبقول لنجوان معلش علشان كان في حاجات في 2019 احداث كتير مش حلوه معايا، فبقول معلش لكل الناس. معلش يا معلش. طيب 2019 ايه اللي زعلك منها قوي كده؟ مش عارفه، موضوع يمكن ملوش علاقه باليوم النهارده فنقوله. حاجه خاصه يعني؟ لا مش خاصه، هي حاجه عامه بصراحه. يعني اكتر حدث تعبني جدا السنه دي كان الشهيد محمود البنا، طفل ده كان اكتر حاجه يعني فرقت معايا بشكل مش طبيعي، اثرت فيا جدا نفسيا.
بس فمعلش كل حاجه وحشه واحنا بنقول 2020 ان شاء الله سنه جميله. اكيد ان شاء الله اكيد هتبقى سنه جميله ان شاء الله. قولي انت بقى بالنسبه لإناس انت ما فكرتيش تغني؟ اغني صوتي اصلا انا رايح النهارده وجاي لكم صوتي مش طالع اكيد طبعا فكرت اغني لان في معظم النجوم احنا بنشوفها بتمثل وبتغني. والله يا رشا انا فكرت فعلا اغني بس لقيت صوتي بشع ازاي في الغناء وحش قوي يعني كل اصحابي قوي لازم تغني لازم تبقي مذيعه مش عارف لا ده كده بقى حديث طيب انا معايا فنان جميل عايز يقول لكم كل سنه طيبين ومشاهدين. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام. كل سنه وانتم طيبين وربنا يعود عليكم الايام بخير وان شاء الله سنه جديده وسعيده علينا كلنا. وانت بخير يا نجمي يا جميل نضال الشافعي معانا بنقول له كل سنه وانت طيب وبخير وصحه. طيب وانت طيبه يا رشا. كل سنه وانت طيب يا نضال. معاكم في المداخله دي النهارده وفعلا كان نفسي اكون معاكم يعني مع دفعتي النجمه ايناس سيحه والنجمه الرائعه. انت اكبر مني يا نضال ما تهزرش. هي خايفه ان انت تكبرها يا نضال هي بتقول لك انت اكبر مني. يعني بجد انا انبسطت جدا طبعا الثلاث امارات اللي موجودين دلوقتي قدام الكاميرا رشا ايناس نجوان يعني الحمد لله كان ليا الشرف ان انا ابقى مع كل حد. ده شرف لينا والله حاجة. احنا بجد بجد يعني انا كان ليا الشرف ان انا اشتغل مع فنان كبير زيك واعمل له اغنيه الدعايه للفيلم وربنا يوفقك ان شاء الله دي بدايه النجاح الكبير باذن الله. والله يا نجمه احنا مبسوطين جدا النهارده ان احنا بندخل على السنه الجديده وبنسمع صوت نجم جميل زي نضال الشافعي. بس انا هستغل النهارده واسالك انت عن اعمالك الجديده بقى قول لي. يعني ان شاء الله باذن الله في اكتر من فيلم بجهز له باذن الرحمن في زنزانه سبعه مع اخويا النجمه احمد زاهر ومع النجمه مايا نصري والنجمه منى فضالي وفي خانتيولا مع النجم صبري فواز والنجمه وفاء عامر ومحمود البزاوي واخراج مخرج رائع يعني وسام بجد حاجه يعني اتمنى ان شاء الله انها تكون عند حسن ظنكم باذن الله ان شاء الله. طيب 2019 كان بتمثل ايه لنضال الشافعي؟ هي بتمثل كل خير. لا لا ده كده فيها اكيد فيها حاجات كتير فيها احداث كتير اكيد حصلت يعني قول لنا حاجه كده اكتر يعني حاجه طيب زعلتك في 2019. يعني اقول لك حاجه هو احنا النهارده بما انها ليله راس السنه فاحنا نفتكر الحلو طبعا الحلو كتير الحلو الحمد لله ربنا رزقنا الصحه والستر من عنده ورزقنا حاجات حلوه كتير فده فضل الله على الواحد بلدنا الواحد شايفها الحمد لله بتتطور وبتتحسن وبتبقى افضل واجمل فده في حد ذاته بيدي الواحد طاقه ايجابيه وبيدي الواحد دفع لقدام يعني ف 2019 كان فيها حاجات حلوه واكيد برضو كان فيها حاجات مش ولا بد بس مش مكانها دلوقتي عشان احنا عايزين نسعد الناس ونبسطهم يعني ونتمنى ان شاء الله انه 2020 تبقى الاجمل والاحسن والافضل لبلدنا مصر ولينا وللفن وللمنطقه العربيه كلها باذن الله. نضال انت بتشوف ان في تطور حصل في الفتره دي بالنسبه للدراما والسينما؟ يعني بص اقول لك طبعا هو في يعني طول ما احنا ماشيين اكيد في تطور وفي محاولات ان احنا نعمل اعمال جيده واشكال من الدراما مختلفه وجيده. نعم. اكيد يعني مصر في النهايه هي بلد الفن ومن اقدم البلاد اللي قدمت فن للمنطقه كلها المنطقه العربيه كلها فاكيد انه في ان شاء الله مساحات من الابداع مختلفه موجوده على مستوى الدراما وعلى مستوى السينما حتى لما بنشوف المهرجانات دلوقتي لما نشوف مهرجان زي مهرجان القاهره الدولي بقى شكله عامل ازاي سمعته عامله ازاي بقى الموضوع كويس جدا في مهرجانات خاصه بقت موجوده بشكل كويس زي مهرجان الجونه فيعني الحمد لله في حاله من حالات الامل وحاله من حالات التنوير بشكل كويس باذن الله وزي ما بقول لك يمكن الفنان المصري اللي ما قدرش يحققه في 2019 اعتقد انه هيبقى باذن الله
المساحة اللي جاية أكبر في 2020 والسنوات اللي جاية بإذن الله، لأن محدش يقدر ينكر ولا يغفل أنه مكانة الفن المصري هي مكانة لن تزول، ومحدش هيقدر يشد البساط من تحت رجليها أبدا. أكيد أكيد إن شاء الله بإذن الله اللي جاي أحسن في كل أحواله بإذن الله. أكيد اللي جاي أحسن وأحلى طول ما عندنا نجوم جمال ومتميزين دايما. النجم نضال الشافعي بقول لك هابي نيو يير، ويا رب السنة الجديدة تكون سنة سعيدة عليك يا رب وعلى الأمة الإسلامية كلها. شكرا جدا، شكرا، كل سنة وانت طيبة، وشكرا لإيناس، وشكرا لنجوان، وشكرا للجمهور اللي بيتفرج عليك، واقول لكم كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانت طيب. كل سنة طيب، وان شاء الله سنة سعيدة علينا كلنا وعلى الأمة العربية كلها ان شاء الله. ميرسي نضال، ميرسي، كل سنة وانت طيب. قولوا لي بقى، انا معايا نجمتين بيمتازوا بالجمال، ونجمة إيناس شيحة بتمتاز طبعا بالأداء الرائع في التمثيل والعمل المسرحي. انا من الناس اللي بحب إيناس جدا في شغلها، هي متميزه جدا وانا بحبها ده بجد. ومعايا نجوان كمان، نجمه بتمتاز بالصوت الحساس. حبيبتي لو طلبت من نجوان انها تمثل مشهد لا بس ما تقوليش انا غني، لا شايف اغاني هتغني هتغني، عايزه اقول لازم تغني يا رشا. لو انا مثلت هي هتغني، انا هخليها تغني، صوتي رايح، هي هتغني. النهارده احنا داخلين سنه جديده، بنحتفل براس السنه، فانت لازم تغني. بس خلينا نشوف نجوان، لو حبيت ان انت تمثلي مشهد مع إيناس، يعني تقفوا هنا كده معانا يلا. ده بجد؟ اه ده بجد حقيقه. انا هنمثل مشهد مع بعض، لازم تمثلوا مشهد مع بعض. ايه طيب، ايه المشهد؟ شوفي انت اختاري. انا اخترت او انك انت ممثله بقى، فانت اللي تختاري فعلا. بس انا مش مؤلفه. طيب طيب لا ما اعرفش، انا ادوني ورقه وانا امثل بس. ايه طيب خلاص، زي ما انتوا قاعدين مثلوا وليكن مشهد ايه، نقول صعيدي. صعيدي؟ اه. عارفه انا ما مثلتش صعيدي قبل كده نهائي خالص، حتى المسلسلات الصعيدي اللي ولا بتعرفي تتكلمي صعيدي؟ يعني ما اعرفش ده هيبقى اللي هيطلعوا بس صعيدي ولا فلاحين. صعيدي انا غنيت للصعيد. غنيتي للصعيد. طب يلا نمثل مع بعض مشهد. يعني انا حتى المسلسلات الصعيدي اللي عملتها كنت بعمل المصريه برضه. مصممين مش عارف. مصممين. لا المره الجايه اكيد هتاخدي فرصه كبيره وتعملي بطوله مسلسل صعيدي. اوكي حاضر ان شاء الله. طب هنعمل ايه؟ نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ طب انا هقول لك حاجه. انا عملت اغنيه للصعيده بوصف فيها الراجل الصعيدي. اوكي. فانت مثلا ممكن تقولي لي ان ايه مواصفات الراجل، بما انك بنت صعيديه اللي تحبي انك حلو ترتبطي بيه. لا انت اللي تقولي، انت اللي بتمثلي. ما انا اللي احكي لها. انت هتحكي ايه؟ قولي كده تاني. يعني راحت مني ناس، راحت مني كده 2020 زهايمر. بص يعني مثلا انت هتحكي لي مواصفات الراجل الصعيدي صح؟ بالصعيدي. احنا برضه هنشوف مين اللي هيدي الاداء بشكل اقوى. انا اسالك؟ ايوه. على سيد الخلايق صلي وسلم بقلبي يا سيدي، بقولها وهقولها تملي، يا بخت اللي جوزها صعيدي، الصعيدي هو، الصعيدي هو ده اللي بنى مصر يا جدعان، الصعيدي طيبه، الصعيدي هيبه، صيت وشهره في كل مكان، ده اللي ويا صعيدي يتورط، يبقى في عمره يا ناس بيفرط، سلام شحت محط يا عم لرجالة الصعيد، الناس الرجوله الصح اللي تفوت في الحديد، صعيدي يعني دمك حامي، صعيدي عاشت الاسامي، صعيدي يعني زين متربي، صعيدي واللي يحرس ربي، سلام شحط محط يا عم لرجالة الصعيد. احنا بنحيي رجالة الصعيد. على فكره هي ضحكت عليا وغنت، ما يعني ما مثلتش. ضحكت عليا برضو، خدعتيني والله ابدا. طيب إيناس غني اغنيه. بتناديني تاني ليه؟ انت عاوزه مني ايه؟ ما انت خلاص
حبيت غيري. صوتي مش طالع. الله برافو عليكي. صوتي مش طالع. ده انا لسه كنت هعمل كده واديك المايك واقول لك يلا كملي كملي. حلو لا يلا امسكي بقى المايك وكملي. طب نغنيها سوا. نغنيها سوا. انا مش انا عملت دوري. هي هنساعدك. بس انت الاول ابتدي. روحي للي حبتي، روحي للي حبتي، عايزك تكوني من تسرة في وقت الوقت. ايه مش حافظة مش حافظة. طب قولي وانا هقول معاكي. يلا بتناديني تاني ليه؟ يلا. انت عاوزة مني ايه؟ ما انت خلاص حبيت غيري، ما انت خلاص حبيت غيري. اروحي للي حبتي. يلا اروحي للي حبتك. والقاسية ولا حب الراح ضحية ولا الحق حبيتي علي. طيب بمناسبه بقى الحب والشوال وكده الشوال انا شايفه ان 2019 نسبه الستات اللي اتجرحت من الرجاله كتير جدا. لا في 2019 بس ده على طول على طول الستات. لا لا بس انا لاحظت ان في 2019 ناس كتير جدا بتشتكي من الخيانه وبتشتكي من كده ومن كده. هي نسبه الطلاق هم ليه دايما شايفين مع ان يعني احنا انا مامنه ان احنا صوابع ايدينا مش زي بعضها طبعا. يعني زي ما في الوحش اكيد في الحلو. ومش كل الرجاله وحشه ومش كل الرجاله حلوه. صدق الكلام ده اكيد. فانا عايزه اسالكم بقى الحب في حياة إيناس شيحة إيه؟ حلوة قوي. جايبانا تحتاجنا. لا حقيقي والله العظيم جايبانا تحتاجنا. الحب إيه؟ أنا أعتقد إن مفيش حد يقدر يعيش من غير حب. يعني وبعدين الحب ده مش شرط يبقى حب ما بين واحد وواحدة. يعني ممكن يبقى حبك لأهلك، حبك لأولادك، حبك لوطنك، حبك يعني لأصحابك. يعني مش شرط يبقى الحب ما بين واحد واحدة في ريليشن يعني جواز وخطوبة واصحاب وكده. لا يعني الحب ليه انواع كتير قوي. اكيد الـ 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 احنا كلنا بنحب اخواتنا وبنحب اصدقائنا وبنحب اكيد. بس انا بسالك ما تهربيش مني. انتوا النهارده جايين تضحكوا عليا على فكره. انت جايه تورطيني. انتوا جايين بتضحكوا عليا انتوا الاثنين صح؟ اقول لها غني اقول لها تمثل تغني جدا يا رشاد. والعكس حب الراجل والست اللي هي العلاقه الحبيبيه الجميله. الحب بالنسبة لك ايه؟ الحب بالنسبة لي حاجة جميلة. انا شخصيا كإيناس انا ما اقدرش اعيش من غير حب. نعم. يعني يمكن في الفترة الأخيرة دي يعني اتمنى ان يجي حب حقيقي وحب صادق. انت شايفة ان مفيش حب حقيقي في الفترة اللي احنا عايشينها؟ انا شايفة ان الفترة دي حتى لو واحد بيحب واحدة بس هو بيبقوا او واحدة بتحب واحد هما بيحبوا نفسهم اكتر ما بيحبوا بعض. يعني تمام. لما واحده بتحب واحد هي بتحب فيه اللي بيريحها وهو بيحب فيها اللي بتريحه. اوكي. انما ما بيحبوش بعض عشان هي تتحب او عشان هو يتحب. لا يعني بحسه برضو ان هو حتى لو على مستوى على سكيل ضيق قوي بس هما برضو بيحبوا مصلحتهم في بعض. يعني طب ليه ده ما يكونش بسبب ان مفيش اتفاق من البدايه؟ ما اتفقوش؟ لا هو مفيش صدق من البدايه. مفيش صدق. مفيش صدق. يعني انت شايفه ان عدم المصداقيه مع اي اتنين والخلافات اللي هو مفيش صدق من البدايه؟ هو عشان كده اساسا كمان حالات طلاق بتحصل كتير جدا لان كله في الاول بيرسم على بعضه و طيب. كل واحده البنت بتحاول تطلق احلى ما فيها والولد بيحب يطلق احلى ما فيه وبيضحكوا على بعض. فبيخشوا مع بعض بقى في الحقيقه بيتصدموا. طيب خلينا بقى نخرج من جو الصدمات والخيانات احنا النهارده راس السنه يا جماعه وبنحتفل وبنفرح الناس معانا. يا رب يا شيخ ما نتصدمش فيها. الدنيا جميله. اكيد اكيد. طيب احنا هنلعب لعبه مع بعض سريعه. يلا. بابا نويل هيجيب سلتين. السله الاولى معانا فيها اسئله. كل واحده فيكم هتاخد ورقه وهيكون مكتوب فيها سؤال. والسلة التانية اللي معايا هتتخلص من السؤال بتاع السنة. هنمثل ان السؤال اللي هتاخدوه من السلة الأولى اللي هي وليكن الباسكت السلة الحمراء هيكون هناخد منها السؤال وهنستغنى عنه في السلة التانية.
ليه؟ هنتخلص منه في السله الثانيه. يعني هنجاوبه اللي احنا بنرمي بنرمي او نشوف احنا حظنا ايه على حسب حظنا. أوكي. يعني كل واحده بتاخد حظها في السؤال بتاعها. يعني هناخد ورقه مننا نرميها هنا. أيوة. وناخد بدلها ورقه مننا. لا بس الاول هنقرا نشوف مكتوب ايه. أوكي. واللي هنقراه هنجاوبه. هنجاوبه بمنتهى الصراحه. ما نجاوبوش؟ لا نرمي على طول ولا نعمل. هي صراحه هنجاوب. تمام. فنشوف اول سؤال. وريني بابا نويل. صحيح يا ناس. ايه؟ جاي نعترف النهارده. دي ايه؟ هنشوف ثواني. دي هنا ايه؟ طب نشوف مع بعض. دي طلعت فاضيه. طب نشوف الثانيه؟ هم عاملين فيها النهارده انا المقلب عشان مبدا بحب صحابي. احنا الثانية. طيب خد ده. طيب. ممكن تديلهم إناث. نبتدي بإناث. اختاري ورقة. بسم الله الرحمن الرحيم. كل ده سؤال؟ كتير. أنا جاوبت السؤال ده. مرور 2019 عليكي كان عامل إزاي؟ الحمد لله كان في ستر صحة والحمد لله رزق. عيلتي كويسة، أصحابي كويسين، في منهم اللي اتجوز وإن شاء الله أختي هتتجوز الشهر ده برضو. ألف مبروك. يعني الحمد لله كانت 2019 كانت كويسة عليا جدا الحمد لله، ونزل لي فيها المسلسل بيت الكبير برضو لقى نجاح كويس قوي. كانت سنة حلوة وجميلة، ويا رب 2020 تبقى حلوة وجميلة زي 2019 وأجمل إن شاء الله. أكيد. أعمل فيه بقى ودي فيه. هنتخلص من الورقة في السلة الثانية. اوكي. ميرسي. كده بنقول باي باي ل 2019. نجوان هطلب منك انك انت تغني اغنية. تاني؟ جاية اغني. طماعة انا. النهاردة جاية اغني. زماني عديت الحاجات دي كلها ما انا عايز اختم الفقرة بتاعتي معاكي بالاغنية دي. طيب تحبي تسمعي ايه؟ اللي يعجبك. يلا نقول مدد. مدد. مدد بمناسبة ان يلا بينا في بلالين حمرا. نسمع مدد.
عليك اهو. شفتي؟ راحت اترقص. لا بس اغنيه جميله يعني بجد، كلماتها حلوه قوي. دي كلمات الشاعر وليد رياض، الحان الشاعر محمد غنيم، توزيع برضو ميدو مزيكا واسلام شيبسي. الناس دي يعني بجد ليهم شغل معايا حلو جدا، وانا بشكرهم على الهوا. بشكر الملحن تامر حجاج والملحن عصام حجاج، برضو الناس دي كلها اضافت لي في شغلي كتير قوي. لا جميل جدا نجوان، بجد انا بشكرك جدا لوجودك معايا النهارده. خليكي. بس خليني بقى قبل ما انت تمشي وكده لازم ادوقك حاجه، لازم اضيفك، لازم بابان وين ممكن تجيب حاجه لنجوان تختارها لنا. الشيف ممكن يجيب لنا حاجه. لازم تدوقي بقى، يعني احنا لازم نضيفك وكده، فلازم تاخدي حاجه من عندنا قبل ما تمشي. ناخد ايه؟ ده حلو ولا حادق؟ هي قالت نجوان على فكره، قالت نجوان بس. هي مش هاخد. لا ولكن رشا كريمه. لا رشا كريمه. ميرسي يا شيف، تسلم ايدك. لازم تدوقي حاجه. ميرسي جدا، تسلم ايدك. ندوق ايه؟ طب يا شيف اقترحي. طيب قالت اصلا شكله كله حلو. ميرسي. عارف لو كان في بقى سندوتش بانيه كبير كده ولا برجر، حاجه عاليه كده يعني، احبك اكتر على فكره. نجوان انا بشكرك جدا، وانت نورتينا. وخلونا نطلع فاصل ونكمل مع بعض باقي فقراتنا. ولسه مكملين طبعا مع بعض فقراتنا المميزه مع نجومنا، وما زالت النجمه ايناس شيحه طبعا منورانا في الاستوديو ومكمله معانا، وانضم معاها النجم ايساف. اهلا بيكم. احكي لي بقى عن اعمالك وعن حكاياتك وعن اسرارك. بس خلينا قبل ما نتكلم في الحاجات دي كلها، عايزه اعرف 2019 مرت ازاي عليك؟ كانت ظريفه الحمد لله. يعني ما تعتبرش سنه احداثها صعبه. طبعا في الحلو وفي الوحش، بس بالنسبه لحالتي انا الشخصيه والعمليه كانت الحمد لله مبشره. ان شاء الله. يعني عملت فيها اعمال كانت بالنسبه لك 2019 كانت بدايتها ايه بالنسبه لك؟ يعني كانت اعمالها الاعمال الاغاني الجديده ايه؟ يعني نزل لي شغل في 2019، نزل لي فيلم ونزل لي اغاني، وخدت تجارب جديده في مدرسه جديده من الغنى. يعني عملت ديتو مع عبد الباسط حموده، عملت ديو مع ما يطلق عليهم شباب المهرجانات. عندي تجارب مختلفه فيها. انت عملت اغنيه لسه قريب مهرجانات. طيب ايه رايك نسمعها وبعد كده نكمل حوارنا مع بعض؟ ماشي. نفتتح بيها كده السنه بتاعتنا الجديده. كلام شباب. بص انا عجبني في الموضوع الاغنيه دي. انا احمد حماد صاحبي جدا، ووليد اخوه صاحبي جدا، احنا اصحاب عامه يعني، متقابل كل يوم. هم منتجين الاغنيه وهم عندهم قناه ما شاء الله مشهوره، بيعرضوا فيها اغاني كتير ناجحه يعني. فقاعدين بنعمل حاجه تانية خالص، فسمعت على الموبايل وليد الاغنيه، فعارفه قفشت فيها. قلت له الاغنيه دي حلوه جدا وعاجبني صوت الملحن. قال لي ده مغني ليه اغاني معروفه مختلف يعني. احنا الاثنين برضو لما يجي مغني كلاسيك زي يعمل ديو الصح، حتى عالميا ما عملش ديو مع واحد بيغني كلاسيك. اكيد لازم اروح مدرسه جديده. وهو كمان يجي مدرسه جديده، لازم احنا الاثنين نختلف. لان انا من الناس اللي عندها يقين ان الفن ملوش وطن، يعني ملوش لون معين. ما دام انا ربنا مديني صوت اقدر الونه زي الممثل. أكيد. يقدر يمثل كذا دور، يقدر يعمل رئيس جمهوريه، يقدر يعمل بواب، يقدر يعمل ضابط، ويقدر يعمل حرامي لو طبعا. يقدر طبعا. لو انا اقدر اعمل ده ما عملوش ليه؟ فكان ده طيب سبب الفكره. طيب ما نسمع الاغنيه وبعدين نحكم بقى نشوف. والله لا الحكم كده كده اتقال خلاص اكيد. والمهرجان كلامه مفهوم. لا عايز اسالك بقى النقله الرهيبه بتاعتك. يعني انا شايفه ايساف دايما رومانسي في الاغاني بتاعته، دايما بيغني بالشكل الهادي قوي، من رومانسيه المهرجانات
يعني أساسا مبدئيا مش النقلة دي. هقول لك على حاجة، أنا مش شخصية هادية خالص اصلا خالص. لا انا مش بتكلم عن ما انا هقول لحضرتك دي بس انا مسحت وانا طبعا استحاله هقول لك اللي انت عايزاه. انا مش شخصيه هاديه خالص تمام. يعني بطبيعتي مش شخص من هو طفل صغير دايما كان حواليا مشاكل. ايوه يعني ممكن مش لازم مش شرط بقى اللي عاملهم بس حواليا برضو مشاكل. فانا شقي طول عمري. لما غنيت للناس حتى كان عندي باند زمان كنا بنغني في فنادق كل يوم، غنيت اغنيه اسمها زي غيرها. فلما سمعتها لاصحابي الباند بتاعي دي مش لونك خالص، مش شكلك، انت مغني مهايبر وصوتك شرقي عن 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 الكلاسيك. قلت لهم لا بس انا حاسسها جدا وعايز اغنيها. غنيتها فعلا ونجحت مع الناس، ففضلت في اللون ده قعدت فيه سنين. لكن انا كل اصحابي اللي حواليا عارفين انا بحب اغني الشرقي والميال اكتر للشعبي من هو طفل صغير. يعني انا اول حد في حياته غنيت له الله يرحمه كان رمضان البرنس. يعني هو حتى اسمه برنس يعني مش هغني لاي حد برنس طبعا اكيد. فمن المدارس اللي حبيتها اسمعها وانا طفل صغير. فلما جالي الاغنيه دي سمعتها زي ما بقول لك ما سمعتهاش، ما كنتش عارف ان هي مهرجان، انا سمعتها كاغنيه. فقال لي لا ما ده مهرجان احنا هنعمله على شكل مهرجان. قلت له طب تمام انا عايز اغنيه بس عايز الملحن او المغني اللي بيغني الصوت ده يبقى معايا فيه. لان عاجبني صوته يعني احنا الاثنين هنبقى مختلفين عن بعض. عملناها الحمد لله ونجحت جدا مع الناس. دي جرأه جرأه جدا. ما هو انا مش هعرف نتيجه طول عمري الا لما اخد تجربه. صح. والتجارب مش هتيجي غير بالجرأه. وانا مش خسران حاجه. لو كنت رحت المدرسه دي او لو كنت رحت الحته دي وما نجحتش كنت هزعل. لا بس في ناس في الفتره دي بتنتقد اغاني المهرجانات بشكل كبير يا انيس. يعني ناس كتير جدا مش موافقه على الاغاني بتاعت المهرجانات وبيقولوا دايما ان الاغاني دي عملت هبوط عندنا في الفن والغنى. يعني في ممكن الغناء ممكن مش موافقه على الكلمات. يعني طبعا زي ما هي بتقول صح الموضوع. فانت الناس حبتك وحبت الاغاني بتاعتك او حباك بمعنى اصح، الناس حباك بالاغاني بتاعتك بالشكل اللي هم شافوك فيه. انك انت تغني مهرجان ما خفتش ان ده يغير الناس من اتجاهك؟ لا يعني انا ما بخافش عامه. يعني انا دايما بحب دايما في حياتي كلها حتى الفنيه ما بخافش. بحب لو حسيت حاجه زي ما قلت لك ما زي غيري دي كانت شكلي كان غريب عليا برضو. بس حسيتها وانس ان انا حسيت حاجه هاخد التجربه. انا ما خفتش لان اولا كلام الاغنيه هنا ما فيهوش اي اسفاف خالص. كلام حلو ليه معنى اصلا. ليه معنى كله. وبعدين دايما بسمع تعليق ان المهرجان ده احنا سامعين كل كلمه فيه. لحنه حلو، لحنه اخاذ، كلامه ما فيهوش بقى مطوه وسنجه ومخدرات. هو ده اللي بيخلي الناس تشيل من المهرجانات ان كلامها بيبقى مسف، كلامها بيبقى محرض دايما على برافو عليك على حاجات مش كويسه. الاغاني بتاعت المهرجان وكده ما هو يعني لا انا بسمع مهرجانات وكلنا بنحبها جدا. لا انا بسمعش وبنرقص عليها. يعني انت بتغني مهرجان؟ انا بسمعها. لا ماليش فيها مش سكتي. لا يعني انت بالنسبه لك يا انيس شايفه المهرجان يعني انت شايفاه ايه؟ يعني انا شايفه المهرجانات معاه ولا ضده؟ لا انا شايفه ان اغاني المهرجانات ده لون زي الراب بره، ده لون يعني ما هواش موجود طبعًا عندنا. فبس المهم يبقى كلامه ليه معنى وبيقول حاجه قيمه. ايا كان نوع المزيكا ايه بقى اللي هيتقدم، يعني لو ما اختلفت الاذواق لبرت السلع يعني. فده نوع من انواع الاغاني ليكي ترفضيه وفي ناس تانية بتقبله. لا احنا بنحبه وبنرقص عليه في الافراح في عيد الميلاد وفي حفلاته في كل حاجه. لا حلو ونجح جدا مع الغني ومع الفقير مع اللو كلاس مع الهاي كلاس. طبعا كل الكاتيجوريز بنسمعها طبعا. بعدين خلي بالك دايما يقول لك الفن رساله صح؟ احنا بنسمع دايما المقوله دي طول عمرنا. لو دخلت فيلم كوميدي ما فيهوش اي حاجه غير انه ضحكني دي هو انا كده قدمت الرساله بتاعتي وصلت. نفس الموضوع في الاغنيه دي لو رقصتني خرجت، لان الفن خيال دايما دايما لازم ينقلني من حاله الواقع للحاله اللي هو عايز يوصلني فيها. ما دام نقلني يبقى رساله وصلت. لو انا دخلت رقصت على اغنيه مهرجان ديب ديب ورقصت وطلعت نسيت انا عندي هموم عامله ازاي، نسيت عندي مشكله عامله ازاي، اذا الرساله وصلت. لو برضو الكلام مش طب انا عايزه بس اسالك في حاجه. هو انت شايف ان اي فنان مطرب لازم يواكب العصر اللي هو فيه؟ مش ده قصدي. يعني دلوقتي الناس مهتمه او الشباب في الوقت الحالي او الجيل اللي احنا فيه مع التقدم التكنولوجي والانبهار التكنولوجي اللي احنا شايفينه في التكنولوجيا، لازم ان انت يعني تكون ماشي مع الوقت والعصر اللي انت فيه. لازم اكون يعني ماشي بشكلي. يعني هم حابين ايه اكتر؟ لا لازم اكون ماشي بشكلي برضو. ما بقاش نشاز يعني ما فيش اكستريم يعني ما نقلش قوي من حالتي. هعمل حاجه المس زي ما بيقولوا يعني باللغه بتاعتنا. أيوه. المس للشكل الجديد. وده مش معناه برضو ان انا هغني مهرجانات. انا بقول لك يعني عملت الموضوع ده تجربه قلت اجربها، لكن ده مش معناه ان انا هكمل فيها.
خالص. انا بعمل دلوقتي البوم كامل شكل الكلاسيك بتاعي بس 2020 مساف 2020، مش بعمله زي من 10 سنين ورا. بشوف الناس حابه تسمع، انا بسهر بروح كلابات وبسهر بمشي في الشارع بشوف ايه الكلام اللي بيعجب الناس، ايه التيم اللي بتعجب الناس وبحاول اعملها. والباقي بقى بتاع ربنا مش بتاعي، بس انا بحاول اعملها. انت شايف الفتره دي ايه اكتر حاجه بتشد الناس يعني في الغنى، ميالين لايه اكتر؟ الكلمه الحقيقيه اللي بتتقال في الشارع، تكون في كلام حقيقي مش كلام اغاني، يعني مش رموشك والبحر والسحاب ومش ده اللي واقعيه. يعني انت شايف ان في الوقت الحالي الرومانسيه مش مسيطره؟ لا مش موجوده طبعا. لا موجوده طبعا، بس تكون السهل الممتنع اللي هو صعب اوصل له. كلام حقيقي، يعني كلام ينفع اقوله لك وانا بحبك في التليفون، مش كلام اغاني. خلاص عربيه مرسيدس 2010 مش زي 2020. كل بنشوفها 2010 بننبهر بيها، ايه ده حلو قوي. هي المرسيدس بس الاسلوب اتغير. لازم الاسلوب يتغير لان البطن ولاده بالذات في الفن. وبعدين مشكله اقتحام المهرجانات دي مشكله كبيره ليها عوامل كتيره قوي، وانا حاولت برضه اذاكرها ووصلت ان من صناع الاغنيه الكلاسيك هم سبب من اسباب نجاح نجاح المهرجان. ايوه ده سبب يعني مباشر، لان لسوء الكلاسيك انه ينزل شويه والمهرجان يركب. لان المهرجانات بص هي بالكم والكيف، لا بالكيف بس ولا بالكم بس. المهرجانات كم فظيع، طول ما انا في الملعب وبشوط هجيب جول. في فتره كمان الاغنيه قلت، يعني سوق الاغنيه نفسه قل، ما بقاش في اغاني كتير بتطرح في السوق، فادوا فرصه للمهرجانات انها تطلع. انا هسالك بقى على حاجه مهمه كده، انا بس انا عايز اقول حاجه بس معلش متاسف. يعني مش معنى كده ان انا الغي الكلاسيك. طبعا الكلاسيك احنا كبني ادمين لازم نحس الاحساس الرومانسي ولازم نحس الدراما، مش كل الكلام هيبقى كلام مهرجانات طبعا. فانا رساله مني هنا لاصحابي الملحنين والشعراء والموزعين شكل الكلاسيك، ان احنا نتهاون مع بعض شويه في الشغل وننجز، يعني نعمل اغاني كتير. والانتاج لازم يبقى فيه انتاج ضخم للشكل ده عشان ما يموتش، لان الواقع بيقول ان هو بيموت. أكيد. الواقع بيقول كده. فلازم يبقى فيه انتاج، اسعارهم عليت قوي وانتاج وسوق الانتاج اختلف، المنظومه اختلفت. كان زمان يدي انا كمغني كان يجي المنتج يديني 1,000,000 جنيه يقول لي انا هاخد منك شريط، غني لي الشريط ده ليه؟ لانه عارف انه نزل السوق النهارده هيجيب له في السوق فيزيكال يعني الشريط كاسيت. طب بالنسبه لاحتكار المنتجين كتيرة. احتكار المنتجين للمطربين، كل ده سبب من اسباب تراجع الكلاسيك. الاحتكار والاختلافات اللي بتحصل بين المنتجين والمطربين والفلوس الكتير قوي بتدفع، كل ده ما هو كل ده بعد. البعد ده عقبال ما انا ببعد وبنتكلم ونتفاوض في 20 30 اغنيه شعبي مهرجان بينزلوا، خمسه فيهم بيجيب جوال وال20 ما بيجيبوش جوال، فاهم قصدي؟ فده كل دي اسباب. لازم احنا كصناع، انا من ضمن صناع الموسيقى الكلاسيك، او انا يمكن انا العرض، انا اللي بيعرض من خلالها، لكن الصناع الحقيقي هو المنتج والملحن والموزع والشاعر. طب هتغني ايه؟ لا اغني لك بقى حاجه للجيل الجميل. يلا بينا طبعا. هتغني الاول اغنيه ايه؟ اغني بتحب ايه من القدام؟ بتحب ايه من القدام مثلا؟ يعني مثلا نقول ورده فريد عبد الوهاب. لا نغني الورده. حنين 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 انا دايبه فيك، حنين انا دايبه فيك حنين. والغربه توتني لكن ما غربتني عنك طول السنين، شايلك فين عيني عيني، واللي بينك وبيني أشوق كل الأحباء وحنين المحرومين، شايلك فين عيني يا عيني، واللي بينك وبيني أشوق كل الأحباء وحنين المحرومين. يا أنا من الحنين. الله الله الله، ايه الجمال ده بجد.
تعرف يا سيف، انا لما بحس كده بسمع صوتك بحس بهدوء ورومانسيه وحنين. صوتك حنين بحنان. بتتكلم بجد؟ بس قول لي بقى، عايز اسالك عن، يعني انا شايفه كده انك غيرت الستايلست تقريبا. انا ما عنديش ستايلست اصلا. ما في، يعني انت اللي بتختار لنفسك كل حاجه. انا طول عمري من وانا طفل صغير يعني اللوك بحب. انا شايفه لوك كده جديد بقى لا ده انا طول عمري كده. عمري ما حد اختار لبسي في كليب، يعني كل الكليبات اللي عملتها في حياتي دي انا اللي بختار لبسي فيها. ده من وانا صغير دايما كنت مختلف، يعني انا وانا دايما لبسي مختلف وبحب شكل مختلف. بس انا كنت دايما بشوفك دايما كاجوالات اكتر، تيشيرتات بقى و... بحب كده وبحب كده، يعني بحب المدرسه دي جدا وبحب المدرسه دي جدا. وبرضو انا اللي بختار لبسي. يعني انت اللي مختار اللوك الجميل اللي احنا شايفينه النهارده. واخد اعدام النهارده الاحمر. لا راس السنه نيو يير لايق. لا وكمان ماشي يعني لون بابا نويل برضه، ملابس احمر. بابا نويل احنا مش هنضيف اساف النهارده معانا ولا شفنا اي حاجه لحد دلوقتي. نضيفه؟ طيب نعمل له اي حاجه؟ ممكن نضيفه الشيف بتاعنا هناك العسل ده. الشيف صبح علينا بقى حاجه. نقدم بقى لاساف. وهي ناس احنا ضيفناكي قبل كده. انا اكلت كتير الحقيقه. بصي احنا كرمه. لا انا اكلت يعني كتير. بوظت الدايت. احنا لسه بقول لك بلاش دايت. انت ما بتشجعش البنت اللي بتلعب دايت خالص. الحمد لله مفيش مشكله. انت مش مع كده وعيشوا حياتكم خالص. مش مع البنت والست اللي بتعمل دايت. لا بس احنا لازم الواحد يهتم بصحته، بمظهره، باناقته، بجسمه. ما هو يعني مش لازم، مش بقول لك تبقي يعني اوفر ويت يعني، بس انا بتكلم ما بحبش البنت اللي بقى شكلها كيرفي زي ما بيقولوا وتروح تعمل دايت عشان تبقى سكيني. ما بحبش البنت تروح جيم. كيرفي دلوقتي ما فيش رفيع قوي ده دلوقتي. ما بقاش لا ما بكلمش حد غير بيقول لي انا في الجيم. اي بنت في العالم بس وبتوحش على فكره بتحلوش. بس مش شرط في الجيم تبقى رفيعه. يعني انت شايف والله اولا ما بحبش البنت اللي عندها عضلات بطن مثلا. لما بتخس بتبقى شكلها وحش طبعا. البنت ما بقاش فيها عضلات تبقى يعني يعني ايه بنت عندها عضلات بطن وبطنها ما... الانوثه من وجهه نظرك عباره عن ايه؟ تسلم ايديك ربنا يخليك. الانوثه هو ده الانوثه كله. عشان تاكل وتتخن اكتر منك. انا عامله دايت. انا كفايه. انا واكله يا شيف مش سامعك من الدي جي بقى. بس قول لي بقى، انا سالتك سؤال يعني الانوثه انت شايف الانثى لازم تبقى ايه؟ كاركتر. انا وجهه نظرك. طبعا انتوا الاثنين طبعا انتوا الاثنين زي القمر بصراحه. يعني انتوا الاثنين ريفرنس طبعا للانوثه طبعا. مش لا لا بجد والله مش مجامل بالعكس. انا مدبه لسه بقولك ما بحبش اللي عندها يعني بالعكس. انا صريح جدا يعني انا مش من الناس بتطلع في التلفزيون البس ماسك المثاليه خالص. انا بتكلم بطبيعتي تماما ويا الناس تتقبلني ما تتقبلنيش. انا مش بغلط يعني فاهمه بس بقول دايما اللي انا بحسه. بنقل دايما احساسي. فبالعكس انا بشوف الانوثه في الست طباعها اول حاجه يعني بشوف عينيها وطباعها دي اول حاجه فيها بصراحه بالنسبه لي واهتمامها بنفسها بقى. كل دي بالنسبه لي عوامل انوثه ناجحه. طيب قبل ما اختم الفقره معاكم مع النجمه انيس والنجم الجميل الله يخليك اللي متعتيني بصوتك النهارده اساف، عايز اعرف امنيتكم في السنه الجديده. انا عايز اتجوز. عايز تتجوز؟ وانا كمان. والمصحف. انا بجيب لكم الاخر بقى. اول مره اقول الموضوع ده واول مره اكون عايز اتجوز. يعني انت مش لاقي العروسه؟ انا الجواز عندي فكره الجواز مرتبط بالشخص. يعني مش لازم مش عايز اتجوز عشان عايز اتجوز. لا لازم شخص يظهر فيخليني ابقى عايز اتجوزه بنت يعني فاهمه. لكن انا عندي احساس يعني بقى عندي احساس الاسره وان انا عايز تعمل اسره. استقرار. الاستقرار مش عارف هو يعني استقرار. يعني نقدر نقول ان شاء الله السنه الجديده ان شاء الله استقرار باللي انا بشوفه. ما بقتش عارف استقرار. امنيتك السنه الجديده الجواز طبعا. الاستقرار نفسيا وعاطفيا طبعا. لان ده على فكره ليه عامل كبير جدا في الشغل. ايوه برضو من بعد التجارب في الحياه كلها اكتشفت ان هي دي الحقيقه. انا كمان بتمنى لك ليه سبب يعني. انا اتمنى لك جدا السنه الجديده ان شاء الله ربنا يدي لك كده بنت الحلال اللي انت بتتمناها واللي انت بتحلم بيها. يا رب. وانت يا انيس زي اسف بالظبط تتجوزي برضه. الاستقرار. اتمنى لك ان انت ربنا يديكي ابن الحلال والانسان اللي تشوفي فيه ان هو فعلا يستحق ان ينول قلبك. وهو اكيد هيبقى محظوظ يا جماعه اللي يعني ايناس شيحه وكده. فهيكون فعلا محظوظ. والله اعلم بقى محظوظ ولا مامته ضايعه. لا اصل بيبقى خلي بالك بيبان بعد الثلاث اربع ايام من الجواز كده والعلاقه بتبان. هو من اول يوم مش لا بس انا ده سنه جديده بس انا والله العظيم زي العسل.
في البيت ببقى زي العسل وبهزر وما بصحاش من النوم مكشر والكلام ده خالص. الله دي حاجه حلوه عظيم. على لذيذ جدا اقعد اهزر واضحك، مش من الرجاله اللي واخده الاكشن ده على طول في البيت خالص. لا انت حد جميل جدا، وانا يعني خدت الطبع ده من يعني طبعا من خلص قوي عشان اللي بتفكر يا جماعه ايسيف مش بيكشر وهو صاحي من النوم. الفقره دي بجد فقره متعتني جدا، وانا بجد مبسوطه فيها قوي. بس بجد عاوزه قبل ما اختم معاكم اسمع اغنيه. يلا بينا. يلا بينا. احساس باجمل معنى فعلك هزني، نساني روحي ودنيا قبلك عشتها، ولقيت في حبك شوق حنان وشدني، كان احلى حاجه في عمري قلبي حساها. احساس باجمل معنى فعلك هزني، نساني روحي ودنيا قبلك عشتها، ولقيت في حبك شوق حنان وشدني، كان احلى حاجه في عمري قلبي حسها. عرفتني نفسي ودنيتي، وانت امان روحي وحنانها وعشقها، برسم بضي عنك ملامح ضحكتي، واحضن معاك فرحة في حياتي ما شفتها. وما زلنا مكملين مع بعض فقراتنا الفنية مع النجوم. معانا النجمة المغربية ربيعة. أهلا بيك يا ربيعة معانا. أهلا بيك. والنجم إسلام نجيب. أهلا بيك يا إسلام. ازيك يا رشا، عاملة إيه؟ طمنوني بقى، قولوا لي إيه 2019 كانت معاكوا إزاي بقى؟ نبتدي بإسلام. 2019 كانت سنة كويسة، اتعرض لي فيها مسلسل مهم جدا، قعدنا وقت نصوره، كان إخراج الأستاذ أحمد شفيق. مسلسل اسمه عائلة الحاج نعمان. هو كان تحدي بالنسبة لي، لأن
فقدت من وزني كتير جدا عشان اعمل الدور يعني الشكل المطلوب، وكنت مستني نتاجه. فانا شايف 2019 بالنسبه لي مرضيه يعني الحمد لله. انت كان شغلك في مسلسل عائله الحاج نعمان، انت عملت 3 مراحل عمريه صح؟ هم مرحلتين وكل مرحله جواها مراحل يعني. هو شاب عنده 24 سنه فقير، بعد كده نفس المرحله بيبتدي يتغني فشكله بيتغير شويه، بيتوقف المسلسل عند الجزء الاول. الجزء الثاني بعد احداث مرور 30 سنه فبنكبر على الدور، 30 سنه بيبقى عندي 58 59 سنه. بيبقى والده لسه متمسك، للناس اللي شافت يعني لسه متمسك بالفلوس و الخ الخ، فهو برضه بيبقى باين عليه التعب والشقه و الخ، الى انه بيرفع حجره هو واخوه على والده وبياخد كل الفلوس. اول ما ياخد كل الفلوس شكله بيتغير لحاجه ثانيه. فكان مجهود يعني، كان اخذ مننا طاقه كبيره، تحديدا المرحله الثانيه كنا كلنا خايفين منها، لان انت عشان تعملي حد كبير فوق سنك 30 سنه والمرحلة الأولى أقل من سنك كمان، فعشان تعملي الموازنة بين الاثنين وتروحي للمرحلة الثانية إنك تعمليها كان لازم إحنا بذاتنا لازم نبقى مقتنعين وإن إحنا مؤمنين تماما بإن إحنا عواجيز. فده خلانا نطحن نفسيا يعني. أنت خريج يا إسلام معهد فنون مسرحية؟ خريج معهد فنون مسرحية قسم تمثيل وإخراج. واشتغلت بخرج مسرح بس از هوايه يعني، المخرج ده بتخرج مسرح؟ بخرج مسرح. ما احنا قسم تمثيل واخراج. لكن مثلت مسرح؟ ومثلت مسرح طبعا، انت في المعهد بتدرسي مسرح. بتاخدي تمثيل سينمائي وتمثيل تلفزيوني وتمثيل اذاعي بجانب المسرح. فبنتخصص في المسرح اكتر، ولما بندرس بندرس اخراج مسرحي مش اخراج تلفزيوني او سينمائي، لان معهد سينما في قسم الاخراج. اخرجت افتتاح وختام المهرجان التجريبي في 2010، واخرجت افتتاح وختام المهرجان القومي كان في الاوبرا في 2013، كانت الدوره السادسه كانت اخراجي يعني جنب التمثيل بقى. طيب نروح لربيعه. ربيعه انت ممثله مغربيه؟ أيوة. من المغرب؟ ايوه. وقررتي ان انت تيجي مصر و فجأة. مصر هي بلد الفن الحقيقي وبتخرج النجوم. اكيد 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 اكيد. قولي لي بقى بالنسبه لك ايه الفرق او ايه اللي حسيتيه لما جيتي مصر ما بين انت طبعا اكيد مثلتي في المغرب، مثلت كتير اعمال دراما وسينما. ايوه والسينما ومسرح. وفي مصر في مصر هو انا 2019 كلها قضيتها في مصر. جيت ما حبيتش ان انا اشتغل او ان انا اعرف ان انا موجوده او حتى اعمل مقابلات يعني مع مخرجين او مع منتجين وكده، برغم ان انا ليا اصدقاء مخرجين يعني قابلوني في مهرجانات في المغرب ولسه شايفيني دلوقتي. لا انت وجودك في مصر في الفتره الحاليه انت بتأدي عمل تقريبا درامي؟ لا انا جيت رحت مركز الابداع يعني، انا قلت اظبط لكنتي شويه وكده يعني. فانا دلوقتي عامله يعني مشروع تخرجي اللي هو دور رابعه العدويه، اللي هو دور الممثله الجميله اللي انا بحبها نبيله عبيد مع الاستاذ خالد جلال. طبعا الفنانه الجميله نبيله عبيد نجمه كبيره. طيب بالنسبه للاختلاف اللي انت شفتيه ما بين العمل في المغرب والاعمال بالنسبه لمصر، لاحظتي ايه او ايه اللي انت لاحظتيه؟ والله انا مصر انا كبرت مع الفن الجميل بتاع مصر، وطبعا كل العرب يعني كل الدول العربيه يعني مصر انا شايفاها يعني ابداع وكل حاجه بصراحه. الفرق دلوقتي يعني مفيش فرق كبير غير هو في الانتاج يعني، هنا بيبقى في انتاج اكتر، وطبعا احنا عندنا الانتاج ده قليل في يعني في المغرب وبس يعني. ومصر والمغرب واحد، بس مصر طبعا متميزه بحاجات كتير يعني من زمان. اكيد اكيد. اللغه مثلا يعني هو من ضمن اسباب انتشار مصر على مستوى الوطن العربي اللكنه بتاعتنا. أيوة. كل اللغات بتوصل بتوصل لكل البلدان بصراحه. طب انت ما لقيتيش صعوبه في انك انت تمثلي في الاعمال المصريه؟ انا لسه ما عملتش ولا عمل مصري يعني. انا هو ده مشروع تخرجي. ويعني دلوقتي ان شاء الله في اللي جاي ان شاء الله اعمل حاجه تعجب الجمهور المصري. يا رب.
طب بالنسبه لك انت بقى اسليم، احنا شفناك في مسلسل الحلال مع النجمه سميه الخشاب. احكي لي بقى اول عمل ليك مع سميه الخشاب. عسوله جدا والله. وانا بحبها جدا، وعايز اقول لها كل سنه طيبه من خلال برنامجك. هي انسانه جميله جدا، تعرف تحتوي الممثل اللي قدامها. جالي الدور استاذ احمد شفيق، وكان مرشحني للدور عامل اخوه، هو بلطجي اسمه رشاد. فاول احنا شفناك عامل لوك تاني خالص، حتى كان اسلوب الكلام كان باسلوب او اللهجه شعبي الشارع. لا لا مش بحري، هي الاحداث بتدور، هو مش شخصيه اسكندرانيه او بحري. لا هو في القاهره وكل حاجه. بس هو كنت بعمل نوع شخصيه موجود عندنا في المجتمع، هو بيطجن في الكلام. مثلا بيقول لك بقول لك ايه، هو انت حلوه ليه كده النهارده مثلا. هم طريقه ليهم اسلوب، انا بحبهم جدا طبعا، وليا منهم صحاب، وقابلت منهم ناس كتير وانا بحضر للدور. فاستمتعت جدا من ان انا بعمل شخص مختلف حتى ثقافته عني لحد ما، برغم ان انا اصلا من اسكندريه وعايش في القاهره من محرم. انا ملاحظه ان معظم النجوم اللي هم الاقوياء او نجومنا من اسكندريه. يكفي انك تقعدي قدام البحر، وبعدين قعدك قدام البحر في الشروق ليه طعم، في الغروب ليه طعم، بالليل ليه طعم، فده بيخلق عندك نوع من انواع الابداع ونوع من انواع الطاقه. الابداع جوه منك لو انت فنانه، فبتخليكي مختلفه او متميزه شويه. فانا من منطقه محرم بيه من اسكندريه، وهي منطقة ما بين الأرستقراطيين اسمها محرم بيه، كانت زمان فيلل وحاجات كده، وما بين الطبقة الشعبية. فأنا متربي ما بين الخليطين دوت. فاستمتعت جدا وأنا باجي أذاكر الدور بتاع الحلال مع سمية، في كذا كاركتر كده أنا كنت حاطط عيني عليهم بصراحة، قعدت معاهم فخدت من كل واحد حاجة. واحد وهو بيتكلم ببقه قوي، واحد انت بتدرس الشخصية لما بتكون طبعا. يعني لما بيجي لك الورق او السيناريو بتقراه، يعني بتذاكر الشخصية ازاي، بتتفاعل معاها ازاي؟ ده موضوع كبير. هو انا بتبع مدرسة، المدرسة دي هي صعبة شوية في بناء الشخصية، بس هي ممتعة جدا. ازاي؟ ان انت مش بتمثلي الدور من التمثيل انواع، في طريقه تمثيل بمثل من الداخل للخارج، دي حاجه في التقنيات بقى في المعهد يعني عندنا. في حاجه اسمها من الداخل سوري من الداخل للخارج، وفي حاجه اسمها من الخارج للداخل، وفي حاجه اسمها من الداخل للداخل او من الخارج للخارج. كل طريقه ليها مدرسه وليها نهج. وبمناسبه المغرب يعني ليا صديق من 16 سنه، هو نجم كبير في المغرب ومخرج ومن اهم المدربين في الوطن العربي، مدربين تمثيل، اسمه ادريس الرخ. طبعا. فادريس اللي الناس تعرفوش يعني، هو عمل فيلمين في هوليود، فيلم بابل وفيلم بلاك جولد مع براد بيت. فابتدينا نشتغل، جه كان بيدينا ورشه، فقلت له بص يا ادريس، احنا عايزين نفهم التقنيات اللي بره ايه، هم دلوقتي بره بيشتغلوا ازاي. فالتقنيات اللي هم بييجوا يشتغلوا بيها بره مختلفه الى حد ما عندنا، هي الا وهي الكونتاكت ولا اي كونتاكت في التمثيل، اللي هو العين بتمثل قبل الكلام وقبل كل حاجه. فانا ازاي اقدر اخد شحنه طاقه واطورها وابعتها لك، كونتاكت واي كونتاكت، وبنى الشخصيه. لما بتيجي نبني الشخصيه احنا بنقرا، انا عن نفسي بقرا الروايه كلها او السكريبت مره واحده، بطلع ابعاد الشخصيه وتفاصيل الشخصيه على جنب. وببتدي ان انا اعمل مناخ او ورشه انا مع نفسي، مطبخ زي ما بيقولوا كده، ببتدي احضر فيه الشخصيه دي، سنها ايه، بتتكلم ازاي، طريقه مشيها، و الخ الخ الخ، ازاي بيفكر، وده اهم حاجه. لما بتوصلي لطريقه تفكير مختلفه عن طريقه تفكيرك من خلال المعطيات اللي انت واخداها للدور، فبالتالي بتبقى انت الدور خلاص. اكيد اكيد، وده طبعا هو ده بيساعد على نجاح الممثل طبعا. طيب انا عايز اسمع منك قصيده الأبنودي، قصيدة الأبنودي. بتاعت راجل قط. ايوه. ماشي، بحبها جدا. يلا بينا. الجوهرة المصونة والدرة المكنونة، زوجتنا فاطمة أحمد عبد الغفار. يوصل ويسلم ليها في منزلنا الكاين، جبلية الفار أسوان. أما بعد، لو كنت هودت كسوفي على التأخير، سامحيني سامحيني يا فاطمة في طول الغيبة عليكم، واني خجلان
واقول لك يا زوجتنا انا خجلان منكم من هنا للصبح. شهرين دلوقتيات من يوم معناك يا فاطمه بلت شباك القطر، لسوعتي بدمعك ظهر يدي، لحظتها قلت لك قبل ما حوصل حتلاقي جوابي جاي، نهنتي وقلت لي بعتاب والنبي عارفاه كذاب نساي وحتنسى اول ما حتنزل اسوان. حسيت حسيت واليد بتخطفها يد الجدعان بالقلب في كوفي، ما عارف ان كان بردان دفيان والبت عزيزه والواد عيد، قناديل في القوف زي ما بتضوي بتقيد، والقطر اتحرك وقليبي بيتنقل من يد اليد، والقطر بيصرخ ويدوي دوي 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 دوي، دلدلت بوستي من الشباك، خدي بالك من الولد راح عزيزه وعيد، والقطر صرخ ورمح لكأنه داس على بصة نار، ولقدت الحس قريب قدي ما كنت بعيد، قلبي معاك يا حراجي هناك فسوا، ورميت نفسي وسط الجدعان وبكيت بكيت، وبلدنا اللي كنا بنمشيها في نص النهار كان القطر في لحظة فتب بشوار. سامحيني سامحيني يا فطنة على التأخير، ولو الورق يا بنت الخال تكفي لعبيلك بحر النيل والله بكفي، وختاما ليس ختام ببعت ليكي والناس الجبلاية والبت عزيزة والواد عيد جوزك لصطح راجل قط أسوأ. الله 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 حلو قوي بجد جميل. عبد الرحمن الأبنودي أيام السد العالي كانوا بيبنوه، أيام جمال عبد الناصر وجونا السد، فهو بيحكي عن قصة واحد اسمه حراجي راح السد العالي، فبيبدي يبعت جواب لمراته ومراته تبعت له جوابات، هي القصيده دي ست جوابات هي بترد عليه. طبعا دايما استاذ يعني. عبد الرحمن الأبنودي قدم قصايد كلها جميله واحنا متعتنا طبعًا. كلنا طبعا طبعا. ربيعه بقى قولي لي انت في 2019 طبعا عدت بكل اي حاجه زعلتك اي حاجه طبعا، مرت اكيد مرت عليكي بحاجات كتيره كويسه وحاجات وحشه، لكن خلينا نقول ايه اللي انت بتتمنيه ان اللي يحصل لك في السنه الجديده؟ بتمنى طبعا ان انا اعمل اعمال في السينما او في الدراما المصريه يعني تنال اعجاب الجمهور، وبتمنى ان انا اعمل كمان، انا ليا اغنيه كمان هتنزل ان شاء الله قريب مع يعني مع الموسيقار محمد ضياء، يعني اتمنى ان انا اعرف اوفق ما بين الاثنين، لان انا كنت خايفه يحصل لي تشتت في ما بين الغنى والتمثيل، بس مصر بتصحصح في الفنان كل المواهب بصراحه، فانا لقيت نفسي يعني عايزه يعني على قد ما بحب التمثيل بحب الغنى، يعني عايزه اقدم حاجه حلوه ان شاء الله في السنه الجايه ان شاء الله ان شاء الله. وانت يا اسلام 2019 ان شاء الله كده يعني مرشح في حاجه مش عارف لسه ما مضيتهاش يعني، بس مترشح ليها عشان احنا بنتكلم السنه الجديده 2020 تتمنى فيها 2020 ايوه 2019 كانت بالنسبه لي كويسه، لان زي ما انا قلت في الاول اللقاء يعني عن الدور بتاع نعمان ف 2020 في حاجه اكتر صعوبه شويه شغال عليها دلوقتي، مش عايز ابوح بيها يعني الا ان امتلكها بشكل كويس واشوف انا هقدر اعملها بشكل كويس ولا لا. بس اتمنى 2020 المشاكل اللي حاصله في لبنان تخلص، المشاكل اللي حاصله في سوريا تخلص، يا رب يا رب، نفسي يبقى في طمأنينة تاني وفي خير تاني والناس مبسوطه في كل بلداننا العربيه، واتمنى لهم بجد يعني تبقى بالنسبه لهم سنه كويسه. الامن والسلام يا رب يا رب جميع الدول العربيه. اشكركم جدا وبقول لكم هابي نيو يير وكل سنه وانتم طيبين ونورتونا. انتظرونا ما زلنا مكملين فقراتنا الفنيه، اشوفكم بعد الفاصل. رجعنا مع بعض نكمل فقرتنا المتميزه بضيوف النجوم، معايا النجم مدحت تيكا
اهلا بيك يا مدحت. عامله ايه؟ والنجم الكبير علاء مرسي. يا اهلا وسهلا يا مرحبا. اهلا بيك يا علاء معايا منورنا. منورين. الله يخليك. منورين شاشه المحور. احنا النهارده بنبتدي سنه جديده. السنه دي؟ اكيد. النهارده في سنه جديده فعلا. سنه جديده. صح. وبنقول هابي نيو يير. هابي نيو يير. نبتدي بمدحت. الراجل اول. 2019 عملت معاك ايه بقى؟ والله كان وشها حلو عليا جدا. يعني عملت مسرح وعملت تلفزيون وعملت سينما. وبصور فيها حاليا مسلسل صعيدي فوشها حلو عليا الحمد لله. مع المخرج حسن طبعا صالح. طبعا الاستاذ الكبير حسن صالح، تاليف شاذلي فرح واخراج حسن صالح، انتاج جبري وسنرجي. مسلسل اسمه رحيل زهره، حنان مطاوع وعمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغني ومحمد رياض واشرف عبد الغفور، طبعا مع حفظ الالقاب يعني والعبد أيوه. لله. اول مره تعمل صعيدي؟ لا طبعا. عملت شيخ العرب همام صعيدي. وبعد كده ده كان الشيخ العرب همام. كان دورك طبعا الدور المميز اللي احنا شفناه. الله يخليك شكرا. بجد كان دور مميز قوي. الله يخليك. والناس حبتك بطيبتك ما خفتش ان الناس تنتقد حاجه او ما خفتش من الدور وتاثيره؟ لا هو الدور مرعب طبعا، لان الدور كبير مع نجم كبير زي استاذ يحيى فخراني. مشاهدي كلها معاه ومشاهد دسمه جدا، مشاهد كبيره بلغه صعيدي عمري ما اشتغلت بيها قبل كده. الكلام نفسه طبعا الاستاذ الكبير عبد الرحيم كمال كان عامل ملحمه. المشاهد مكتوبه بشكل خرافي يعني، فكانت صعبه طبعا في تمثيلها، وصعبه ان هي يبقى في شعره ما بين الولد الطيب بتاع ربنا وما بين ان هو يبقى اهبل او عبيط او ساذج يعني. فكان في شعره خيط رفيع كده ما بين ان هو يتعمل صح جدا او يتعمل غلط جدا. فالحمد لله طبعا ربنا وفقنا يعني وكرمنا جدا في المسلسل، والمسلسل كله نجح طبعا نجاح كبير يعني. الحمد لله. الحمد لله. انت نجم جميل والناس بتحبك مدحت جدا. مرسي. والدور ده كمان دخل قلوب ناس كتير. الحمد لله طبعا. الحمد لله. يعني الناس في الشارع طبعا سلام في اي حته. اكيد. هو سلام بس. هو سلام. علاء مرسي. مساء الخير. مساء الخير. اخبارك ايه؟ مش عارف حاليا ولا ايه؟ لا احنا بنعمل لك كده جو فيه ساسبنس. اوكي. طب قولوا لنا. طيب. لا وانا عارفه ان علاء بيحب الاكشن كمان وقلبه جامد جدا صح؟ الاكشن ده انا رهيب. ده هو غاوي لعب مع الاسود والنمور بيخش القفص كده جوه الاسد ده يعني. انت اوعي يكون في حاجه بندي هنا. انا جايبه لك كل حاجه. اوعي النبي. انا بص انا ما بتعاملش غير مع القطط. القطط. انت شايف ان القطط دي هي الحاجه الكيوت اللي ممكن تلعب بيها يعني؟ بس القطط بس هي اللي اتعامل معاها، اي حاجه ثانيه لا. لا انا اي حيوان عنده بق ما بتعاملش معاه نهائي خالص، مع ان الناس كتير جدا بتحب تربي الحيوانات. لا لا خالص. هتقولي كل الحيوانات ليها بق؟ ما بتعاملش مع اي حيوان. لا بس انا شفتك في مسلسل الفرخه لها بق. لا بس على فكره حاجه ليها بق ما بتعاملش معاها، ما عدا السمكه. انا بخاف من السمكه بس بحبها. السمكه لها بق. وبحبها. يبقى انت عشان بقها صغير. ايوه يمكن. ما بيبانش. لا بس انا شفته في مسلسل وسواس، كان تقريبا كان في جبل وكان في اوكي، بس هو في المدرب ماسكه بواير، الواير ده طبعا مش باين في الكادر. فعشان كده انا مطمن. يعني انت المساله بالنسبه لك بس مجرد تامين يعني؟ لو في تامين على الحيوان يعني سواء بقى كلب قطه اي حاجه اكيد. افرض عضني يعني اعمل ايه طيب؟ ما في حقن وكده. واخد حقن ليه طيب؟ راح اخد حقن ليه؟ صح. حقن صحيح. يعني بالعضه. بنفدي روحنا في سبيل الفن. لا مش الدرجات دي. علاء بقى قولي اخر اعمالك ايه في 2019؟ هو 2019 دي انهي فيهم؟ يعني احنا خلاص هي خلصت 2019 واحنا النهارده داخلين خلاص سنه جديده. احنا 2020 خلاص. 2020 احنا خلاص يعني 2020. بعد حاجه بسيطه هنبقى في السنه الجديده 2020. احنا في 2020. فانا عايز اعرف 2019 ايه الاعمال يعني اخر اعمالك في 2019 كانت ايه؟ انا اخر حاجه كنت عملت فيلم قهوه بورصه مصر في 2019. عملت فيلم تاني بالنسبه لي مهم جدا جدا اسمه صندوق الدنيا. عملت فيه شخصيه من الشخصيات اللي انا بحب امثل النوعيه دي. حد اخرس ما اتكلمش ولا كلمه غير بالعين وبيحب طول الوقت، عاشق لشخصيه وماشي وراها في كل حته في وسط البلد. شخصيه كانت جديده يعني مش جديده، يعني من الشخصيات اللي انا بحب النوع من التمثيل ده.
بس فدول العملين مهمين يعني في 2019. والمسرح طبعا يعني بحاول اعمل مسرح. فيلم بورصة مصر انت كان اول عمل تقدم فيه ابنك. طب انت قدمته ما خفتش من ناس يقولوا ده اداله دور كبير وكنت مديله دور مميز في الفيلم؟ هو مش دور مميز، هو كانت تجربه بجربه وهو بيجرب نفسه، لكن هو لقى نفسه. كان اول تجربه ليه معاك في الفيلم؟ لا، اشتغل معايا بره مصر مسرح، طلع على المسرح وكان لطيف، بس هو انا مش بحدد له هو عايز ايه، هو عايز يمثل طب ويمثل موهبته بقى، هما الناس اللي تقول ده كويس ولا لا. بس هو اكتشف ان هو مخرج، اكتشف ان هو شاطر، ميال للاخراج اكتر، بيعمل حاجات في المونتاج كويسه، بيفكر افكار كويسه، ففي الاخر خدوا الاستاذ احمد الجندي وبقى هو مساعد اخراج معاه. وطبعا احمد خبره ومخرج مهم وكبير، فهو يعني مدرسه هيبقى في وسط مخرج. اكيد طبعا ابن الوز عوام يعني، هو هو شاطر نجم. ما هي المشكله ان هو التمثيل ما بيورث، ممكن يبقاش عنده موهبه التمثيل، بس هو عايز يتشهر، عايز فيه بيبقى عندهم مشكله الاب انه هو في حته فعايز يبقى زي ابوه. بس طب هل انت عندك موهبه؟ هو ده المشكله. كتير جدا من ابناء الفنانين يعني ما كملوش. ثواني، انت دخل التمثيل عشان انت لمست فيه حته ان هو موهوب؟ مش انا اللي دخلته، هو حب يمثل. فاشتغل. وبعدين لقى نفسه لا عايز يخرج، فعمل تجربة، ودلوقتي هو بيعمل أفلام قصيرة، شغال هو وأصحابه مجموعة، هو معاه محمد ابن بيومي فؤاد، نفس الموضوع، محمد نفس الاتجاه، ومخرج مهم محمد برضو، محمد بيومي إن شاء الله هيبقى من المخرجين المميزين. والجيل بتاعهم دماغهم حلوة جدا وبيفكروا بشكل كويس. فأنا يعني أنا بستفيد منهم ساعات، أنا بسمعهم بيقولوا حاجات حلوة جديدة وبينقدوني في حاجات كويسة، يعني ساعات أنا بستفيد من نقدهم. فهو دلوقتي في سلك الاخراج ومنتظر يجي له فرصه تمثيل لو عمل كويس، ولكن انا شخصيا متنبئ له انه هيبقى مخرج كويس. طيب بالنسبه لك يا مدحت، في حد من ولادك انت عندك اطفال؟ ولادك صغيرين لسه؟ ايوه. طيب انت ممكن تخلي حد منهم يمثل او يدخل مجال التمثيل وكده، المجال الفني؟ والله بصي، يعني هم اصلا دلوقتي تحس ان هم ممثلين، بس هي المهنة. الاعمار قد ايه؟ انا عندي يوسف عنده 9 سنين ومريم 7 سنين. ما شاء الله، ربنا يخليهم. الله يخليك. هم ممثلين. يعني حتى في المدرسه المدرسين بتوعهم يقولوا لي دول هم موهوبين جدا، وكل المسرحيات اللي بيعملوها بالانجلش ومش عارف، يعني فيهم الجينات الوراثيه موجوده جدا. بس انا مش يعني المهنه اصلها فيها معاناه كبيره جدا. طبعا عارف يعني. اكيد. فأنا مش عايزهم يشوفوا اللي احنا شفناه بالزبط. يعني مش عايزهم يشوفوا التعب والسنين الطويلة والمجهود والسهر أنا عايزه ياخد شهادة ويشتغل شغلانة كويسة في مصر أو بره مصر. اللي يختاره طبعا، بس طبعا في الأول وفي الآخر هو لو اختار التمثيل ولقيته فعلا موهوب يعني أكيد مش يعني مش هكبته، يعني هقوله لأ. بس أنا كمدحت مش يعني مش حابب مش ان هو مش ان هو محبز. يخش المجال الفني او التمثيل. هي مهنه صعبه جدا اللي احنا بنشتغلها دي مهنه شاق ومهنه اعصاب، وبعدين مهنه كمان فيها تنافس غير شريف. صحيح. غير شريف. تنافس فيها لازم يبقى غير شريف. بمعنى ايه غير شريف؟ يعني عشان الناس تفهم كلمه غير شريف، يعني المنافسه فيها ضاريه، بمعنى انا ومدحت صحاب، لما نيجي على دور نصارع بعض بقوة وبعنف عشان مين يسيطر على التاني. لو احنا دكاترة مين فينا ينجح؟ مش هيبقى بنفس الضراوة دي. أكيد. هي مهنة ظهور وفيها الأنا لازم تبقى عندك قوية. أنا أتوقع كل النجوم الستارز اللي هم خدوا مركز كبير في الشغلانة دي الأنا بتاعتهم عالية، وإلا ما يبقاش كده. عشان كده دايما اقول ان بس التنافس ده اللي بيخلي العمل ينجح. طبعا هو في يعني بصي في منافسه شريفه، في اتنين نجوم والاتنين بينافسوا في العمل، في الاداء. لا مش في العمل، انا مش قصدي في العمل، انا قصدي في المهنه. هي مهنه كراسي، انت عايزه تبقي نمره واحد.
اكيد. فنمرة واحد دي لازم تدوسي على كل عشان توصلي نمرة واحد، يعني بتكلم بوضوح. لازم تعملي ده. طب انت ما عندكيش الروح دي، هتفضلي محمود المليجي، هتفضلي ممثل موجود قوي موهوب بس ما بيروحش النمرة واحد. مش معنى كده ان كل نمرة واحد عندهم الضراوة دي. بس انا يعني انا ممكن اختلف معاك علاء شويه، لان هو في الاول وفي الاخر ده رزق بتاع ربنا. يعني ربنا كاتب لك هتبقى نجم، هتبقى نجم حتى لو انت غلبان جدا ومش اناني. طبعا طبعا طبعا، يعني هو رزق. ده باب تاني. بص ده باب الاساس. بالظبط الاساس. ولكن فكره التعامل مع المهنه فيها ضراوه، فيها قسوه. ده موجود طبعا، فيها قسوه. وانا شايف ان الضراوه اللي بيقول عليها علاء اللي هي المنافسة، انا شايف ان دي يعني في صالح الشغل. طبعا. لان انا مثلا لما اشوف علاء شاطر، ما انا عايز ابقى شاطر انا كمان، ولما فلان يشوفني شاطر ما هو عايز يبقى شاطر هو كمان. متفرج على تخيل بقى. بالظبط. تخيل بقى لو احنا في عمل وفي المنافسة الشريفة دي، طبعا المستفيد هو الجمهور، وهيبقى العمل في الاخر. يعني مثلا على سبيل المثال شيخ العرب همام. أيوة. شيخ العرب همام كان في منافسة شرسة. طبعا دكتور يحيى الفخراني فعلا كان عمل بيضم كتابه كبيره جدا من نجوم ممثلين كتير جدا. وكلهم سوبر ستار، وكلهم اساتذه، وكلهم عمالقه. دكتور يحيى الفخراني، صابرين، ريهام عبد الغفور، استاذ عبد العزيز مخيون، مش عايز انسى استاذ عمر الحريري الله يرحمه. فكان في منافسه. كان اول عمل ليك مع دكتور يحيى الفخراني؟ اول عمل مع دكتور يحيى الفخراني. طيب ما خفتش او طبعا خفت طبعا. طبعا يعني لاني يعني يحيى الفخراني طبعا. بصي انا دخلت المعهد سنه 2000. ايوه. من 2000 ل 2010 ساعه شيخ العرب همام، كل الدكاتره في المعهد، دكتوره سميره محسن، دكتور جلال الشرقاوي، يقولوا لي خلي يحيى الفخراني يشوفك. انت ينفع تعمل ابنه، انت ينفع تعمل اخوه الصغير، عشان في شبه الشبه والشعر والحن. الروح. الروح بس خليه يشوفك. عنده الروح بتاع الدكتور يحيى. هو مدحت عنده الروح دي، روح. وهو مدحت من الممثلين المهمين جدا. انا ودي وجهه نظري فيه طول عمري. من اول ما شفت مدحت انا عارف ان هنا في معمل تمثيل. ممثل لسه ما مثلش مدحت على لسه عنده كتير جدا زي الدكتور يحيى. في مخزن شخصيات وتمثيل وفكر، وبعدين هو وعي هو بيمثل. يعني الشخصيه اللي عملها مع الدكتور يحيى، مش عشان الدكتور يحيى عظيم، بس هو عظيم، ولكن مدحت كان عظيم برضه في المسلسل. حبيبي اشكرك. كان عامل بصمه كبيره جدا، وده الناس اللي لحد دلوقتي بينادوا عليه الشيخ سلام. الى الان. ويضربوا بيه مثل. فقد ايه التاثير ده مش بيجيش من ممثل عادي. اكيد. فهو يعني انه في ناس بتتعلم التمثيل. يعني في ناس بتشتغل بالممارسه فيبقى ممثل كويس، زي نجوم كتير مش عايز اقول اساميهم. ولكن في ممثل بيجي من بيتهم ممثل. موهوب. مدحت من الناس اللي جايه من بيتهم ممثل، هو جاي ممثل. ما اتعلمش التمثيل، مش هو بيجي وبالخبره بيتطور بس، انما هو عنده الموضوع. حبيبي اشكرك والله. التمثيل كان بالنسبه لك او الفن كان بالنسبه لك موهبه مش وراثه او انا اشتركت في ثانويه عامه في مسرحيه، وكانت اول مره امثل في حياتي. فكان لقيت فجاه كل المدرسين قالوا لي انت لازم تخش مع التمثيل. أنا كنتش أعرف إن في حاجة اسمها مع التمثيل. ولا أعرف حاجة اسمها فيلم مسرحية، ولا أعرف عنه شيء. فبدأوا يكبروا الموضوع في دماغي. لازم تخش مع التمثيل، لازم تخش. كل لما أروح المدرسة لازم يقولوا لي كل يوم كده. فبدأت أبحث بقى عن مع التمثيل ده. فلقيت فعلا في معهد فنون مسرحية. أنا عايز أقول لك أنا قدمت. أنا رايح ولا معايا واسطة ولا معايا أي حاجة. هلو. أنا قاعد على البحر في العجمي. بعد الثانويه العامه والمجموع ما طلع. ومضاع في دماغي بس ايه يعني مش بسعى فيه خالص. المهم كنت بشتري، والدي كان يحب اجيب له الجرايد كلها. فجبت كل الجرايد. فبالصدفه كده بفتح جرنان الاهرام وانا بتفرج على الصور، انا ما بقراش حاجه. يعني بتفرج على الصور بس وكده، بسلي وقتي يعني. فقعد بتفرج فلقيت تعلن اكاديميه الفنون عن باب التقديم، معهد فنون مسرحيه، معهد سينما، معهد باليه، معهد موسيقى عربيه، كل بقى المعاهد اللي جوه الاكاديميه. وكاتبين الشروط. ببص على التاريخ لقيت ان اخر معاد للتقديم بكره. وانا قاعد على البحر في العجم باكل فريسكا. رحت قايم لامم الشمسيه
على السوبر جيت. ابويا بيقول لي رايح فين؟ قلت له اقدم في فنون مسرحيه. راح بصص لي كده قال لي ايه فنون مسرحيه؟ قلت له اما ارجع هبقى احكي لك. رحت فعلا قدمت، كنت اخر واحد بسحب دوسيه. افتكرت ان انا كده خلاص بقى التحقت في المعهد. فلقيت واحد وانا خارج قال لي انت بتقدم؟ قلت له اه. قال لي معاك مشاهد حافظها؟ قلت له مشاهد ايه؟ قال لي ما تمتحن في ايه؟ قلت له ده في امتحان في الاول كده؟ اكيد يعني انت رايح ما انا ما اعرفش اختباره. فراح قال لي لا تعالى بقى. راح موديني ورشه الاستاذ امين بكير طبعا في المسرح القومي. دخلت الورشه، كان فاضل امتحاني 5 ايام. ومعيش واسطه ولا اي شيء. وابويا كل شويه يقول لي يا ابني الحاجات دي لازم يبقى معاك واسطه، لازم يبقى في، احنا ما نعرفش حد، احنا ما لناش حد في الوسط ده خالص وفي المجال ده خالص. قلت له بابا بص سيبها على الله، لو ربنا رايد هخش، مش رايد مش هخش. رحت قدمت، واقف في طابور طويل كده في الكواليس بتاعت المعهد، بتاع مسرح المعهد، فشايف الولاد وهم بيختبروا. فكانت اللجنه بقى دكتور سعد أردش، دكتور جلال الشرقاوي، دكتور سناء شافع، دكتوره سميره محسن، فقاعدين. فيقولوا عامل ايه لغه عربيه؟ فيقولوا كذا وايه عاميه كذا. طب ابدا اللغه العربيه. الولد يقول يا دوبك نص سطر، يقول له اللغه العاميه يقول نص سطر شكرا يمشي. طبعا انت اتخضيت، انت طب انا هعدي من ده ازاي؟ او انا قعدت قدامهم 22 دقيقه. فانا جه في بالي انا طبعا كل ده عمال الوقت بيطول، انا سابوني اقول اللغه العربيه كله. بعد كده راح الدكتور جاي الشرقاوي قال لي ايه العاميه بقى، رحت قايل العاميه كله كله وسابني شغال. بعد كده راح دكتور جلال الشرقاوي قال لي تقدر تقول الكلمه دي السطر ده وانت عايم في البحر؟ فقلت له انا لسه جاي من البحر والله امبارح. وبقول له بجد يعني، وكنت باكل فريسكا وحاجات جدا يعني. قلت له والله مش قصدي اهزر خالص. قال لي لا لا كمل بس. المهم عملت. قال لي طب تعرف تعمله وانت طالع سلم؟ عملت. فانا جاي في مخيلتي ان هم بيحاولوا يطلعوا مني اي حاجه مش لاقيين. يعني عايزين يشوفوا لي اي ايه، اي اماره. فمش لاقيين حاجه. فعشان كده انا خدت الوقت ده خارج بقى لي شكرا. خرجت لقيت الاستاذ عصام اللي هو مدير خشبه المسرح بتاعت المعهد، موظف كده راجل جميل يعني. ايوه. وانا خارج قال لي انت هتنجح. فانا بصيت له كده قلت له ازاي يعني؟ ده انا قعدت تلت ساعه ولا نص ساعه وان هم يشوفوا في اي موهبه ولا اي حاجه مش لاقيين خالص. قال لي بالعكس، اللي بيطول ده واللي هينجح وانا قاعد بتفرج عليك انت هتنجح. فقلت له ازاي؟ قال لي انا بقالي 25 سنه في الشغلانه دي، اسمع كلامي وهات الحلاوه. قلت له لا، لما انجح اديك الحلاوه. قال لي هتنجح. وفعلا طلعت النتيجه، لقيت نفسي ناجح وبس. وكملت بقى في وكان اول عمل ليك ايه بقى بعد اول عمل ليا؟ الله يرحمه الاستاذ نور الشريف. الله يرحمه استاذ نور الشريف. جه اتفرج فجاه لقينا استاذ نور الشريف قاعد في اول صف في الامتحان. كنت بمتحن الترم الاولاني في سنه ثالثه، ده اول امتحان على الستيج اون ستيج. السنه اولى وثانيه كلهم في القاعات. فانا واقف على المسرح، بنقول احنا في الامتحان بنبدا نقول اسامينا الاول وبعد كده بنخش الكواليس ونبدا بقى المسرحيه. فببص لقيت استاذ نور الشريف قاعد في اول صف. طبعا قلبي وقع في رجليا. طبعا. وكنت بعمل في الامتحان ده ثلاث شخصيات، كنت بعمل المعلم المعلم دخان، المعلم رمضان في مسرحيه الدخان، ميخائيل رومان. وكنت بعمل العريس في عماره معلم كندوز توفيق الحكيم. وكنت بعمل الباشا في مسرحيه اسمها الحب لعبه توفيق الحكيم برضو. ده الكاركترات بقى ايه؟ معلم خالص. طبعا معلم رمضان ده تاجر مخدرات جد جدا، ما بيرحمش حد. العريس ده ولد كيوت قوي ومعاه امه، جايب امه معاه. وعملت له انا تفصيله كده ان هو بيتهته في الكلام، ما بيقولش الجمله كامله. ابن امه. ابن امه قوي. ورايح اخد شقه في عماره المعلم كندوز، وانا رايح اخد الشقه والمعلم فاكر ان انا جاي اتجوز بنته. فطبعا ميس اندرستاند عظيم. والباشا بتاع الحب لعبه ده راجل عجوز جدا، عنده على الورق عنده 90 سنه، بيحب يعاكس الخدمات اللي في القصر. فالثلاث كاركترات غير بعض تماما. المهم خلصنا
طلع الاستاذ، لقيت بقى واحنا شغالين الاستاذ بكاميرا وعمال يصور. خلصنا راح الاستاذ طلع على الستيج، سلم على الدكتوره سميره محسن، سلم علينا وراح جاي عندي، راح ماسكني من خدودي كده بايديه الاثنين، وراح بص الدكتور سميره قال لها الواد ده اتبخرين. فطبعا انا بصيت للدكتور سميره، قال لي انا بعمل مسلسل اسمه حضره المتهم ابي، انت معايا في المسلسل اديني رقمه. فانا بصراحه ساعتها ما كانش معايا موبايل، ف قال لي اديني رقم تليفوناتك. قلت له اتفضل حاج 370. قال لي ايه 370 دي؟ اقاليم دي ولا ايه؟ والله. قال لي لا موبايل فين؟ قلت له ما عنديش موبايل. قال لي طب هات رقم البيت. رحت مديله رقم البيت. الكلام ده كنا في الترم الاول، كان في اواخر شهر 12 زي الايام اللي احنا فيها دي، والرمضان ساعتها كانت المسلسلات بتبدا في شهر 5. وفات الخمس شهور وما اعرفش اي حاجه عن الاستاذ نور الشريف، ولا حد بيكلمني ولا اي حاجه. لقيت بعدها بخمس شهور، مش هنسى التاريخ، يوم 5/5 لقيت عبد العزيز صقر من شركه كينج توت بيكلمني بيقول لي تيخه ايوه انت معانا حضره منتم ابي وبس. وكان بقى وكان المسلسل ده وش السعد عليا يعني. المسلسل ده اكرم فريد اتعرفت عليه وشافني في المسلسل، فراح مرشحني لمحمد السبكي لفيلم اخر كلام. عملت اخر كلام والحمد لله نجح جدا. السبكي بقى راح ماسك فيا، عملنا البيرومانسي. والبيرومانسي راح جايب لي شيخ العرب همام. ومشيت بقى الحمد لله. طبعا انت كمان تجربتك مع نجمين كبار، دكتور يحيى الفخراني والاستاذ الكبير. لا انا في حاجه نسيت اقولها، نور الشريف. ان نور الشريف الله يرحمه طبعا، الله يرحمه، قال لي معلومه، قال لي انت مش التخين اللي دمه خفيف بس، قال لي انت ممثل بالظبط. وهو اللي نبهني لده على فكره. يعني انا كنت في المعهد بيدوني الادوار الكوميدي، عايز اجدد شويه. يعني انا الدور بتاع معلم رمضان ده انا اللي اخترته. وقلت للدكتور سمير حسن، قلت لها يا دكتور انا عايز اعمل دور جد في مره. قالت لي لا مش لا. قلت لها يا دكتور جربيني في البروفات، لقيتيني كويس كملي، ما لقيتيش كويس اديني دور تاني. وكانت راح هو بقى اللي جه قال لي انت مش التخين اللي دمه خفيف بس، انت ممثل، اشتغل على دي. ففعلا بدات لغايه ما جالي شيخ العرب همام، قابلته بعدها بقى الله يرحمه في افتتاح المسرح القومي، لقيته هو اللي بينده عليا. قال لي خد تعالى، رحت رايح له جري طبعا. قال لي شفت انت عملت ايه مع يحيى؟ سمعت كلامي؟ انت اشتغلت على نفسك وباين، وانت سمعت الكلام، شفت انت عامل الدور عامل ازاي؟ وراح جايبني في مسلسل اسمه خلف الله مع الاستاذ حسن صالح طبعا. انت معظم اعمالك يا مدحت مع الاستاذ حسن صالح؟ لاني هقول لك طبعا عملت براه حاجات كتير، بس الاستاذ حسني طبعا ده اخويا الكبير وابويا وصاحبي وحبيبي وكل حاجه. هو انا لاحظت ان كل الاعمال مع الاستاذ حسني صالح. انا عملت، بقول لك على حاجه، انا عملت معاه شيخ العرب همام، الوسواس، وادي الملوك، خلف الله، والجديد اللي احنا بنعمله. وعملت براه تقريبا 5 6 8 مسلسلات بالظبط، وحوالي 6 7 افلام. انا بحب المسلسلات اللي معاه اكتر حاجه، لان هو بيجيب ورق كويس جدا، هو مخرج شاطر جدا، بيحب شغله جدا. فبحس وانا شغال معاه فعلا ان احنا، لا احنا بنعمل عمل بحس باهميته اكيد. يعني ببقى بعمل لما اقرا ورق مثلا زي شيخ العرب همام، لا ده غير اي ورق. حتى المسلسل اللي احنا بنعمله دلوقتي اللي هو رحيل زهره، ده غير اي ورق. فهو الله يرحمه طبعا كان دايما يجيب في كل حاجه حد شاطر يعني، ومش حد شاطر بس، لازم يجيب سوبر ستار في مكانه يعني. صح. حتى لو تتر يجيب عبد الرحمن الابنودي. صح. يجيب عمار الشريعي الحان الله يرحمه. ايوه. فهو لا هو الشغل معاه ممتع طبعا، وانا من أكيد حظي انا محظوظ ان انا معظم اعمالي معاه بيتميز دايما بالاعمال والورق المميز، وده اللي بينجح العمل. صح. واختياره للنجوم، وبيحط النجم كمان في مكانه في دوره. وانا طبعا بشتغل حاليا مسلسل رحيل زهره معانا. ايوه. مع مدحت. أيوة. تيخه. واشتغلت كمان الوسواس مع علاء مرسي. علاء طبعا. وتجربتك مع الاستاذ حسني صالح. حسني، احكي لي بقى تجربتك معاه. حسني صالح صديقي، وهو اول واحد صورني. اول شوت ليا في حياتي. لا والله.
انا في ليالي الحلميه رايح اصور اول شوط في حياتي في المسلسل. ايوه. فالاستاذنا رحمه الله عليه استاذي وابونا عم اسماعيل عبد الحفيظ طبعا الله يرحمه، ده صاحب الفضل على كل الممثلين طبعا. ايوه. فهذا الرجل اللي جاي فقال لي هنعمل لك، كانوا بيعملوا لي تيست عشان يقرروا انا هعمل الدور ده ولا لا. طيب ناخد مداخله ناكل الفنانه الجميله فاطمه عيد. اهلا بيكي يا حبيبه قلبي، واهلا بالضيوف الجمال. اهلا بيكي معانا منورانا في سهرتنا ليله راس السنه. معايا النجم مدحت تيخه والفنان النجم علاء مرسي. يا روحي عليهم، يا روحي عليهم على جمالهم. انت اللي جميله وعظيمه. انت كمان والله، ربنا يخليكوا يا رب. والله انت جميله. قولي لي بقى انت غايبه عننا فين؟ مش غايبه والله، انا موجوده اهو. موجوده. يعني ليه جبتي كده بالاغاني الجميله اللي هي فعلا بتدخل البهجه والسعاده والسرور في كل بيت في مصر؟ طبعا. يعني ما كانش في عروسه صح بتتجوز غير لما فاطمه عيد بتغني اغنيه ليها. طبعا. واقول لها اتعلمي فن الطبيخ يا عروسه، ده كل كلمه ليها وقت وعوزه، أقرب طريقة لقلب جوزك معدته، لو شبعتيه أيوة راح تبقى كل دنيته. من جنب حماتك دخليها وبرحبي وقولي لها أهلا وحشتيني، والنبي ما تدخليش أبدا في بيتك صاحبتك، ده تخسري جوزك بحسن نيتك، وإن كان معاه قرشين زيادة اسمعي راح يديهم لك لو عليك تدلعي، وعشان تملي في النعيم تعيشه أول بأول أصقصي له ريش. الله 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 عليك يا ست الكل عظيمة. يا الله يخليك. انت عارفه انا بحب صوتك جدا. ربنا يخليك. والله بحب صوت حضرتك جدا جدا، من الاصوات المميزه اللي ملهاش مثيل طبعا، واللي يعني تسمع اول كلمه تقول دي فاطمه عيد طبعا. اكيد. مع حفظ الالقاب طبعا يا ست الكل. استاذتنا العظيمه محمد عبد الوهاب لما يسمعني، وانا كان في مزيكا للفنانه الكبيره نجوى فؤاد. أيوة. كان قمر 14 هو كان عاملها ليها بالزبط. واحنا كنا مغنيين انا والله يرحمه الاستاذ فايد محمد فايد علي لوز، اللي هي حلاوتها زي ده حته ياكلوها أيوة الساعه 6. ايوه طبعا. فطبعا بقول لي يا استاذ محمد ايه رايك في صوتي؟ قال لي صوتك، قال لك يا بنتي والله انت ملك المنافس وانا ليك بديل. ودي حقيقه والله يا ست الكل. الله يديك. والله دي حقيقه، انت صوت حضرتك ملوش مثيل فعلا. الحمد لله يا رب، الحمد لله. ربنا يزيدك ويديك الصحه يا رب. دايما بتتميزي بالصوت المميز ونبره الصوت اللي فعلا بتدخل قلوبنا كلنا. طبعا. ربنا يطرح فينا وفوق البركه وحافظ علينا وعليك. امين امين يا رب. اللهم امين. في 2019 نحققه كلنا بنجاح وسعاده وهنا وخير على مصر وعلى الدنيا كلها باذن الله. انا عارفه ان انت بتحبي النجم علاء مرسي قوي. حبيبتي. ده كوميديان رهيب. حبيبتي. انت حبيبتي. يا روحي عليه وعلى جماله يا روحي. انت القمر. حبيبتي. بتدلعك. حبيبتي. واقول له يا تجيب لي شوكولاته لا بلاش يوانا، روح رجع البطاطا لا بلاش يوانا. الله الله الله. على الزراعيه والشمس حاميه علي. قال اطلبي يا صبي، انا قلت شوكولاته يا ولا. الله الله بجد جميل جميل. انت حرمانه من الاغاني الجميله دي. ايه الحلاوه دي يا بطوطه يا عسل؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ انا طبعا انا مبسوطه قوي ان احنا بنبتدي السنه بتاعتنا الجديده واحنا بنسمع صوت جميل بالنبره دي. وش الخير هي فاطمه عيد. وش الخير هي على الناس. اكيد وشها جميل. وش الخير علينا كلنا يا رب. النهارده عيد عليا ان انا سمعت صوت علاء وسمعت صوتك. اشكرك. عيد علينا وعليكم الخير والسعاده. اشكرك يا جميله يا نجمه فنانه، وكل سنه وانت طيبه. بنوته القمر النجمه بتاعتنا دايما بخير يا حبايبي. ربنا يحافظ عليكم وفاديكم من كل سوء يا رب. كل سنه وانت طيبه وبخير وبصحه يا رب. ربنا يحفظها يا رب يا رب. نرجع بقى نكمل. طب علاء بالنسبه لانت اكملك حسني صالح الاول. حسني. ايوه انت قلت اول شوط حياتك. انا بقى واقف بصور هصور فلقيت بقى حسني صالح واقف والله يرحمه عم كمال. يعني انت كنت في ثواني بس الاول هو هياكلنا بس في حاجه عشان هو مش عايزنا نعرف السن. السن لا بتهرب منه. لا طبعا. انت كنت في الليالي الحلميه اي جزء بقى؟ الجزء الرابع. لا 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 انت اعترف، بقول لك الجزء الاول. والله الرابع. الجزء الاول. لا لا الاول كنت بحلم امثل في المسلسل ده. وانا عامل في الجزء الرابع 7 مشاهد فقط.
قدام العظيمه رحمه الله عليها الاستاذه محسنه توفيق طبعا والاستاذه عادله كامل والاستاذ ممدوح عبد العليم رحمه الله عليه اخويا وحبيبي وصديقي. حسني بقى صور لي الشوت ده البدايه ده وتعرفت عليه وبقيت في الكواليس صاحبه. شفت حسني بطموحه اللي انا مؤمن بطموح حسني صالح انه حط انا هخرج وهنتج وهعمل ده وحط لنفسه طريق واجتهد وتعلم وتخرج من مدرسه اسماعيل عبد الحافظ وخد حاجات حلوه جدا من عم اسماعيل. حسني ثقه، مخرج ثقه، هو مجهد ومتعب وشغله قاسي ولكن هو بيعمل نتيجه بس مهمة. في في الاخر بتبقى النتيجه يعني كويسه طول التصوير ومعانا بيكون مميز. طول ما انا بصور معاه مخنوق جدا منه اشوف النتيجه ببقى عندي ثقه بتكون فرحان ان العمل ومنه لله عموما يعني. حرام عليك. طيب بالنسبه لك يا علاء انت اصلا البيت او الاسره المنشا اسره دينيه طبعا يعني الاب كان من شيوخ الازهر والام كمان يعني كانت ما اعرفش بالنسبه لانك دخولك للفن كأم واب يعني هم اسره عديت بسيطه ده ازاي؟ بس هم اسره بسيطه وافقوا ازاي صحيح؟ لان هم كانوا بيسمعوا ام كلثوم وكانوا بيحبوا يتفرجوا على صلاح منصور وشايفين ان الفن شيء عظيم اكيد بس هي الفكره عندنا لازم تاخد شهاده زي كل البيوت يعني خد شهاده ولكن واشتغل اي عمل انت بتحبه فكره انه علاء ياخد شهاده ايوه ويراعي ربنا ما يعملش حاجه غلط الوسط ده الناس بتقول عليه كلام ولكن ابويا كان عنده وجهه نظر انه شايف ان في فنانين محترمين طبعا وفي فنانين كويسين يا ريت تبقى في دول بس الاول تاخد الشهاده وكان حلمه ان انا ادخل الازهر وفعلا دخلت يعني فعلا دخلت كانت دراستك في الازهر وبعدين سبتها ومشيت رحت فنون مسرحيه وعشت التجربه بتاعت مدحت دي بس انا سقطت من اول سنه يعني اول ما دخلت في الامتحان ده انا سقطت في الاختبارات ما يعني ما عدتهاش لا ما عدتهاش لان انا مثلت غلط انا رحت مثلت حد تاني بدين غير وعي وارتجلت فالاستاذ سعد أردش رحمه الله عليه قال لي تعالى لي السنه الجايه ايوه السنة الجاية طيب النتيجة دي ما عملتش عندك إحباط ويأس بقى أنا هبعد عن الفن بقيت في المعهد لأن ناس كتير بتشوف نفسها فعلا بتمر بال والله نمت في المعهد عند عم ماكين قعدت في الأوضة عم ماكين ما سبتش الأوضة دي طيب سنة كاملة لا أنا عايز أسألك في ناس فعلا كتير بيخشوا بيعملوا الاختبارات وما بينجحوش فبيحصل له إحباط بقى وبيبعد وبيخاف بصي أنا شايف إنه اللي بيحلم بحاجة لازم ما ينامش الحلم مش انك تنامي وتحلمي، الحلم ان هو اللي ما ينامش الاستمرار للطموح هو اللي يخليكي قاعده طول الوقت مصره الاصرار ايوه انا شايف في المهنه دي محدش يقدر يساعد حد كتير يعني ممكن ادفعك دفعه الاولى وبعدين تعملي ايه بعد كده؟ ما فيهاش مجاملات زي لعيب الكوره، في حد ينفع يتوسط لحد ما بيعرفش يلعب كوره يلعب كوره؟ لا طبعا انت لو موهوب هتكمل مش موهوب مش هتكمل فالموضوع مش كده هي الفكره بس الدفعه الاولى احنا ما عندناش اللي كان بيدفعنا الدفعه الاولى ولكن احنا يعني سواء انا او مدحت او ناس زينا كتير ما عندهمش حد يساعدهم يدخلهم احنا دخلنا وبالتحديد استاذ سعد أردش يعني رحمه الله عليه كان صاحب فضل كبير عليا بعد ربنا والراجل ده وقف في جنبي يمكن تقريبا السكشن كله كان بيقعد هو ما بيتكلمش حد الا انا يعني ركز هو معايا جدا خاصة بقى أنا جاي له من الأزهر فأنا عندي لغة عربية سليمة، هو كان بيحب اللغة العربية طبعًا جدا طبعًا وبعدين ودانه أنت اشتغلت أعمال تاريخية ولا؟ خالص ولا رغم حد من اللغة بتتكلم لغة عربية بشكل كويس ولا حد جداً. يصدق عني أنا بعرف لغة عربية، بس أنا عندي اللغة العربية أنا ما أعرف الغلطة فوداني بتصفر أنا بالنسبة لي اللغة العربية مهمة بس أنا ما مثلتش لغة عربية خالص لا التمثيل بيها ممتع جدا محدش جابني فيها أنا عملت مسرح السنة في 2019 عملت مسرحيه اسمها حدث بلاد السعاده كان تاليف وليد يوسف واخراج مازن غرباوي وليد يوسف طبعا وليد يوسف كان كاتب المسرحيه دي انا اول ما قريتها قلت له يا وليد احنا هنتحبس فقال لي ليه قلت له ليه ايه انت اللي كاتب ومش عارف ليه فقال لي طب خايف من ايه قلت له مش هتتعمل المسرحيه دي قال لي يا ابني دي مترقبه ومتوافق عليها والدنيا زي الفل
فايه ده بيلعب مع بابا نيل. انا طبعا لازم اضيفكم الاول. ضيفي يا ريت. طبعا انا نسيت احنا احنا دخلنا مع بعض على طول في الفقره ويعني انتوا خدتوني انتوا كده خدتوني كده معاكم. يا ريت نقدم لهم حاجه. عندهم مهلبيه؟ عندهم كل حاجه. انت ميال للحلو اكتر ولا لا؟ انا عامل دايت فمش هينفع اكل اي حاجه. لا لازم تاكل بقى معانا احنا سنه جديده وليت راس سنه وحفله وكده. طبعا علاء انت في بالنسبه لايه بتحب الاكتر حاجه على سويت ولا حلاوه سولت اكتر؟ بحب لا انا احب الحادق اكتر. الحادق اكتر. انا الحاجات الحلوه رهيبه. انا ماليش في الحلويات قوي. انا كمان مشكلتي لا انا ماليش في الحلو. ما انا عامل دايت بقى حرام عليكم. حاجه بسيطه عشان الحفله وكده وليه راس السنه وسنه جديده و... الله يخليك اتفضل. طيب يا شيف بالنسبه لي انا بقى ك انت اللي عامل صح؟ بالنسبه لي انا كحلويات وكده انا مايل للحاجه الحلوه اكتر. التورتيه صحيح هو بيقول لي التورتيه بتاعتك. طيب ممكن انا كمان اخد معاهم كمان حاجه اكيد طبعا ودايما دلوقتي مظبط اهو يا شيف تحفه. انت بادئ تعمل رجيم وكده يا ميكا؟ وانت يا علاء؟ يا شيف انا رجيم؟ انا ولا بقتنع بالحاجات دي. ما بتقتنعش بيه؟ ما بقتنعش بالرجيم يعني. محدش قال لك انت تخنت شويه او انا من اللي بتخن ولا بخس. طيب انا من ساعه ما عرفت علاء انا قعدت عارف انا زي ما انا ما بعملش حاجه تانية. الله اكبر يعني. ما يعني انا ما بروحش للتخن ولا بخس. انا عايز اخد شوكه تانية وضميري مأنبني. لا جميل. لا اضرب 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 حلو والله. حلو قوي بجد يعني. وانا كمان معاكم. انا عايز اسالك سؤال. طعمه خطير على فكره يا شيف. لا قول لي بقى انت بتعمليه ازاي؟ بتعملوا الحاجات دي ازاي؟ بيعملها ازاي؟ ده بالجبنه دي اللي انا شفتها يعني انتوا اصل انا بحاول اعمل الحاجات دي في البيت بجد. يعني ايه تعمل حلاوه بجبنه؟ زي التشيز كيك؟ التشيز كيك دي انا مش بفهمهاش اساسا. ليه يعني جبنه مع حلاوه؟ مش فاهم. يا الحلاوه يا جبنه. لا مدرسه ليزومش الناس ديت ما بتقعدش خالص واقفين نوم دول ضبان نويل بيحتفل بيكم مع بعض وكده. مش كرسي ولا قهوه. علاء مرسي انا شايفاك الفتره اللي فاتت دي وخصوصا في 2019 خرجتنا من الكوميديا وشفنا علاء بعيد عن الكوميديا شويه. كان عامل دور حلو قوي في بورصه مصر. مع ان علاء مرسي احنا شفناه واشتهر اكتر بالادوار الكوميديه. قول لي بقى. انا عايز ارد عن لسانك معلش. اتفضل. على ناكل دي. علاء مرسي ممثل عظيم. اكيد. على دي حاجه احنا كلنا ما نختلفش عليها. وعايز اقول لك على حاجه. اللي يعني اللي شايف ان علاء ما يعملش كوميدي بس هو بيظلم علاء. صح ولا غلط؟ صح. طب احنا ليه ما نقولش ان علاء هو اللي حط نفسه في الكوميديا بس؟ لا محدش بيحط حد. بالظبط. مش احنا يعني هم شافوا الكاركتر بالتمثيل. الاستاذ اسماعيل عبد الحافظ اما قالوا له في ولد في المعهد كوميديان بيعمل عروض. انا كنت بعمل مسرح في المعهد كل خميس. نعم. عرض. فكان العرض عندي مش قرش. الناس واقفه بتتفرج على المسرحيات بتاعتي بيقفوا. كنت كل اسبوع بيجوا من الجامعه. معروف علاء مرسي عنده عرض يوم الخميس. في المعهد لمده كام سنه انا بعمل كده؟ 4 سنين. استاذ اسماعيل وانا ما اعرفش حد في القاهره. ايوه. ما اعرفش مخلوق، مش عارف امثل زمايلي بيروحوا كاست وبتاع ويروحوا مش عارفين، انا ما اعرفش حد. عندي الاستاذ صلاح ابو سيف بيدرس لي ماده السينما. الله. مقتنع طول الوقت ان انا هخرج. وانا نفسي امثل وهو بيحضر افلام. فاروح الكاست فيقول لي ايه اللي جايبك انت؟ فياخد زمايلي يمثلوا وانا نفسي امثل لحد ما جاء الاستاذ اسماعيل عبد الحافظ صديق ليا رحمه الله عليه اسمه فهمي الشرقاوي. كان بيكتب لي مسرح في المعهد وهو بيساعد اخراج في ليالي الحمايه. فقال له في اللي يعمل دور ده واحد اسمه علاء مرسي. هو كان يعني نفس راي مدحت كده ان علاء ده يعمل دور مش كوميدي. فقال له ده انا بسمع عنه بيقولوا بيعمل كوميدي. فجاء الاستاذ اسماعيل حضر لي عرض. وهو في العرض كان جاء العرض ده كنت بعمل فيه شخصيه تراجيدي. يعني عندي مشهد كده تراجيدي، باقي الدور حفار قبور دمه خفيف بس بيجي في لحظه بيقول مونولوج مهم جدا. فانا المونولوج ده ارتجلته تراجيدي. وحضر العرض ده الاستاذ يوسف شاهين والاستاذ اسماعيل عبد الحافظ و
الاستاذ مجدي وهبه الله يرحمه، الله يرحمه، استاذ ابراهيم عبد الرازق الله يرحمه، كلهم ماتوا. الناس دي كانت قاعده في اول صف وطلعوا لي في الكواليس. فالاستاذ اسماعيل قال لي ولا انت تيجي بكره التلفزيون. فقلت له ليه؟ قال لي تيجي عشان هتمثل. انا مش مصدق، لان انا مش عارف اصدق، ما حدش بيقول لي تعالى. فرحت وعملوا لي التست اللي بقول لك حسني صورني فيه. اختيار اسماعيل ان انا اعمل شخصيه زي دي الارهابي، ايوه الشخصيه النفسيه مريضه وعامله كده وده، كان اختيار غريب. يعني انا ما بحبش التصنيف، يعني ما فيش حاجه اسمها ممثل كوميدي، ما فيش حاجه اسمها كده طبعا. في حاجه اسمها دور كوميدي ودور تراجيدي، فيلم كوميدي، ورق سيناريو كوميدي، انما ما فيش ممثل كوميدي وممثل تراجيدي. استاذنا العظيم استاذ عادل امام، طبعا استاذنا ده ممثل فخيم طبعا. لا لا، مش عادل امام الكوميديان اللي بيضحك طوب الارض ده، لا، عادل امام ممثل فخيم. هو عمل كده برضه وهو نوع، يعني هو ما فضلش ثابت على الكوميدي مشبوه بس. الحب في الزنزانه، مع ان الفنان عادل امام برضه نمر والانثى ادوار اسره. بس يا مدحت في حاجه، يعني النجم عادل امام طبعا نجم كبير، وطبعا في زمايل لينا اللي مثل قدامه، واكيد يعني اكيد انتوا برضه لاحظتوا ده، يعني مش اي حد ممكن يا جماعه بجد يبص له، يعني ممكن تبص له تضحك، يعني هو وشه على فكره وشه يخليك تضحك غصب عنك. حلو، بيحتويك هو. يعني كان في ممثل يقول مش قادر ما اقدرش، بص انا بجد ببص له ما اقدرش. انا اشتغلت مع الاستاذ مسرح، انا كنت متخيل ان طبعا الاستاذ عادل امام، انت اشتغلت مع الفنان عادل امام بودي جارد، مسرحيه بودي جارد، ايوه. انا كنت رايح ضيف مكان حد رايح يعمل عمره، فكل شويه يروح يقول له يا استاذ العمره وبتاع، قال له احنا في الهاي سيزون وازاي ودورك مهم، فقال له طب انا كتبت العمره. المهم قال له هات لي بديل، خرج للمساعدين الاخراج لرامي امام، مساعدين رامي يعني، قال لهم انا ما اعرفش حد. المساعدين دول كانوا هم الكبار بتوع المعهد وانا لسه داخل في سنه اولى. ففجاه قالوا في ولد صغير داخل المعهد دمه خفيف وبتاع، تجيبه وتشوفه حضرتك؟ قال لهم هاتوه. رحت المسرح، طبعا انا قاعد في اوضه كده لوحدي وسامع صوت الاستاذ جاي في الكوريدور، روحي كانت هتطلع خايفه ومردود، شافني راح عامل لي كده الحركه بتاعته طبعا اتخضيت وضحكت، فرحت ضاحك. قال لي انت اسمك ايه؟ قلت له اسمي مدحت. قال لي ماشي هتفتح. راح باصص لمساعد المخرج راح قال له اوكي. اشتغلت معاه، كان فتره العمر 10 ايام. عايز اقول لك انا لقيت واحد كانه صاحبنا طبعا. هو المسرح هناك اوضه ليه طبعا على الستيج، اوضه كبيره، ايوه، واوضه كبيره جدا قد نص البلاتو ده، فيها كل الشباب. هو بقى مش نظام ان هو يقعد في اوضته وقافع على نفسه باب اوضته والزعيم قاعد في الاوضه ما يطلعش غير على خشبه المسرح، مفيش كلام. قاعد معانا مع الشباب ويحكي ويهزر ويضحكنا ويجيب لنا اكل. فلقيت انسان، لقيت انسان وبني ادم. هو ده الزعيم، الزعيم عادل امام يعني. طبعا يعني اولا هو 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 بيحتويك اكيد وبيعرف ازاي، وبعدين ذاكرته ما شاء الله الله اكبر. يعني غريبه. يعني يقول لك انت في سنه مثلا عملت اعلان كذا كذا، ما شاء الله ما بينساش بيشتغل هو بيشتغل الشغلانه دي حقيقي، ويتفرج على كل حاجه طبعا. بيتفرج على كل حاجه. ده موضوع ممثل طبعا، النجم عادل امام ده مدرسه كبيره يعني. يعني هي الفكره التصنيف ده. انا اقدر اقول مثلا استاذ اسماعيل عبد اسماعيل ياسين، اسماعيل ياسين ايوه، ده كوميديان، سميه كوميديان لا سميه ممثل لعب ادوار كوميديه، فاصبح فرصير. اصبح بيلعب زي الوان مان شو، ايوه، اللي بيقف يعمل عرض لوحده، ده نوع من التمثيل. مش الممثل نفسه يعني. مفيش حاجه اسمها تصنيف على فكره. لو ممكن يبقى في الحقيقه دمه مش خفيف طبعا، اسماعيل ياسين كان في الحقيقه دمه مش خفيف خالص. يعني الناس كل اللي عصروه قالوا كده. الناس فاكره ان الكوميديان او ممثل كوميدي على الحقيقه هو كوميديان برضه، على طول بيضحك على طول بيهزر على طول. لا مش شرط خالص. وعلى فكره معظم الكوميديانات اللي بجد اللي بيموتوك دمهم تقيل، دمهم تقيل جدا في الحقيقه، مش دمه تقيل. هو جد
ومهموم وشايل حلم. يعني واحد سال بنتي مثلا قال لها زمان كنتوا عايشين في البيت ابوكم ده يعني قاعدين طول النهار بتضحكوا، قالت له بالعكس ده يعني ما انا دايما تتقال لي الكلمه دي لان انا الافلام حد تاني الناس دايما بتشوف الممثل على حسب ما بتشوفه يعني بيضحك بتاخد الطبع من الكاميرا او بتاخد الطبع من العمل اللي بتشوفه فيه. ولكن طبعا احنا اكيد الممثلين طبعا اكيد حياتهم برضو مليانه بمشاكل طبعا حياه طبيعيه طبعا. يعني عايشين حياه طبيعيه بني ادم طبيعي طبعا. طيب احنا خلاص طبعا دخلنا خلاص رايحين فين يعني لا ارحمني عشان اعرف مش عارف اتكلم على فكره خالص انت حلاوه دايما حلوه رشا رشا حلوه قوي قمر رشا حلوه قوي احنا دخلنا خلاص دقايق بسيطه وهندخل السنه الجديده الراجل ده ما جابلناش حاجه نشربها هنحتفل مع بعض بدخول السنه الجديده فين الحاجه الحلوه يا ريس علاء ركز معايا هنحتفل مع بعض هندخل مع بعض كلنا السنة الجديدة احنا داخلين السنة الجديدة دلوقتي ايوه كلها دقايق بسيطة خلاص داخلين السنة 2020 ونعد العد التنازلي بتاعنا وخلاص دخلنا السنة الجديدة بس خلوني قبل ما ادخل يعني في اللحظات دي اسمع امنية تتمناها في السنة الجديدة ان انت تحققها ان مصر تبقى احلى دولة في العالم دي احلى امنية والله دي بلدنا الجميلة وربنا يحميها بس دي الأمان ليها وللوطن كله وكل مخلوقات ربنا تعيش في سعادة وربنا يسترها على كل مخلوق خلقه ربنا سواء بشر أو غير بشر يا رب وبس ده الأمنية اللي احنا نتمناها وبالنسبة لمدحت طبعا نفس الأمنية طبعا إن بلدنا تبقى أحسن بلد في الدنيا ونفسي أحج بقى الحج ان شاء الله ان شاء الله ربنا ان شاء الله تحج ان شاء الله باذن الله خلونا مع بعض نحتفل مع بعض نحتفل مع بعض ونستقبل فين بقى يا جماعه التورته نحتفل مع بعض مشاهدين الوطن العربي كله ومشاهدين قناة المحور وبقول لكم هابي نيو يير ونورتوني علاء مرسي إساف إسلام مدحت سيكا نجيحة ربيعة نورتوني وهابي نيو يير ازيك يا ربيعة عاملة ايه إساف بقى واحنا بنفطر ولازم يسمعنا